عشان شغله ومستقبل والكلام الكبير ده. احنا هننوه على اماكن الاسئله، لكن انت خد الموضوع بحب كده، وخد الماده دي بشكل كده لافلي، مش دمها تقيل. كم الداتا اللي هتتقال كتيره جدا، ربنا معاكم كده، وان شاء الله تكون دمها خفيف الكورس بامر الله. تمام، نبتدي نشير. طيب دكتور، هو بالنسبة لميعاد المحاضرة الأونلاين، هو في ناس ساعات النور بيبقى قاطع عندهم في ميعاد المحاضرة. تمام، اتفضل كمل. ايه ف المطلوب؟ يعني بالنسبة للأتندنس، يعني في ناس مش بتقدر تحضر المحاضرة كلها عشان النور بيقطع في أجزاء من المحاضرة، أو ممكن كل المحاضرة لو النور بيقطع عندهم في فترة كبيرة. طب هنعمل ايه الحل؟ ايه، انا مستنيك تعرضت مشكلة ومستنيك تديني الحل، عشان انا ما عنديش حل. قول لي الحل ايه. انا صراحة مش عارف، ما احنا لو غيرنا الميعاد في ناس لا، برضو النور اقعدوا عندها مع هيبقى بعض، قطع. اقعدوا مع بعض لما تلاقوا حل. انا مش هقدر يعني اتناول المحاضرات الا يوم الجمعة بالنسبة ليكم، لان انا عندي يعني ضغط في الشغل بتاعي، وبسافر كتير، والامور يعني في الايام التانية مش متاحة. نيجي مع بعض كده، نستحمل المتاح اهلا وسهلا، ومش متاح يحاول يجيب يقدم لنا عذر ونقدره ونشوف ونعدي. لكن احنا هنحاول نغيرها الاسبوع الجاي، نشوف ايه اللي ممكن مثلا اخرها ساعتين، لعب الليل نشوف. لكن هي يوم الجمعة للاسف، انا ما عنديش وقت تاني غير الجمعة. طيب تمام يا دكتور. نكمل بقى ولا ايه؟ خلي الأسئلة أو أي تعليقات في الآخر، بحيث نكون مطمئنين إن إحنا قطعنا شوط في المادة. اتفقنا؟ تمام اتفقنا. بسم الله. نشير بقى. الشاشة قدامكم باينة كلها، مش كده؟ ظهر اي طيب، هو عنوان الكورس بتاعنا إنجن إيركرافت إنجن مينتننس، وإحنا طبعا يعني فوكس قوي على كلمة مينتننس واللي هي الصيانة. احنا اخذنا المحرك نموذج لصيانة الطيارة ككل. المحرك ده اغلى شيء في الطيارة، ومن غيره جميع اجزاء الطيارة هتبقى جماد جماد فعليا. يعني المحرك عامل زي القلب بتاع الانسان، تشيل قلب الانسان اصبحت جثة ما لهاش اي معنى. فالمحرك ده اغلى حاجة، وجدير بان احنا نركز عليه، وان احنا كمهندسين دلوقتي في سنة رابعة يعني تقريبا اكتمل النضج بتاعنا العلمي في مجال الطيران. فاحنا دلوقتي نتعامل معاه باحترافيه، وبفهم كل البرامترز او الاكسبريشنز او الكلام اللي هيتقال ان شاء الله نبقى فاميليار بيه، ونعرف نلم المد. فاحنا خدنا جزء من الطياره اللي هو الاهم اللي هو الانجن، وهو ده رمز الصيانه بتاعتنا اللي هنكمل بيه. الاتا شابتر اللي هنغطيها في المحاضره دي اتا شابتر 4 و5 و20 و70، يعني اتا شابتر هنقول كمان 5 دقائق او 10 دقائق. طيب، maintenance definition، تعريف الـ maintenance إيه؟ It is an activity intended to retain or restore a functional unit in or to a specified state in which the unit can perform its required functions. يعني جزء كان ليه وظيفة وفقدها جزئياً أو كلياً، فأنا عايز أرجع الوظيفة دي لي تاني. فالاكتيفيتي او البروسيس اللي بتعمل كده هي المينتنس. ده تعريف المينتنس، هتسأل عليه هتتسأل عليه. طيب، كلمة maintainability is considered as the ability of an item under stated conditions of use to be retained in or restored to a state in which it can perform its required functions. القابلية للصيانة دي معناها، هل الجزء ده قابل للصيانة ولا مش قابل للصيانة؟ طيب، انا عندي مثلا عربيه مثلا نور الزيت بتاعها، واللي حصل ان الحراره عليت وبتاع، جدير ان انا اروح بالعربيه للخدمه او للحرفيين او للميكانيكا علشان اصلحها وارجعها تاني، لان العربيه فاليبل. لكن لو انا عندي مثلا علبه مناديل قدامي واتبلت او داس عليها، هل هروح اخدها اروح اصينها؟ فاذا في حاجات العلبة دي مش هروح، لان اذا المينتنابيلتي او البنتنس دي مرتبطه كتير جدا بالفاليو او القيمه بتاعه الجزء ده.
كل ما كان الجزء ده رخيص والجزء تشيب، كل ما عند ما اصبح ان وضعه من ناحيه المينتينابيلتي ان هو ما ينفعش. بالاضافه لان في حاجات فاليبل برضو بس الصيانه بتاعتها مكلفه جدا، فاصبح ان هو برضو ما ينفعش، بغير قابل للصيانه. زي ما تكون عربيه عملت كراش جامد قوي وكسرت والشاسيه بتاعها كله ابعاده اتغير، او هيل ستورم حصل الدنيا مطرت بس بتلج كتير والتلج ده نقر في كل العربية، فأصبح إن أنت السكن كله بتاعها بقى منقر دينتس، فأصبح إصلاحها يعني شيء مكلف جدا. فمش هينفع إن أنت تقول إن العربية في الحالة دي أو المعدة أو الماشين تكلفتها الغالية اللي ممكن تعدي 50% من قيمتها أو حتى قيمتها، فمش يبقى مجدي إن أنت تعمل لها إيه صيانة. يبقى الشيء الرخيص قوي او الشيء اللي تكلفته الصيانه بتاعته كتير قوي ده مش هيبقى مينتينابل. غير كده هي دي المينتينابيلتي، it is considered as the ability of an item under stated conditions of use to be retained, الability to be retained. تمام. الصيانه نفسها عباره عن يعني انا بتدخل بعمل صيانه لما اقابل الاسماء اللي جايه دي. احنا في عالم الطيران في الصيانه بنقابل الكلام ده كتير كشكوى من الطيارين او كشكوى من المهندسين زمايلنا، او انت نفسك لو بتوصف عيب بتوصفه بالسبع كلمات اللي قدامك دول، دامج او سناكس، هما ست كلمات، ست كلمات، دامج سناكس مال فانكشن ديسكريبانسي ديفكت امبروبر اوبريشن. كل الكلام ده احنا فاميليار بيه في اللوك بوك بتاع الطيارات او المحركات، ان ده عيب من عيوب العداد او اف سي يو او لاندنج جير او وات ايفر الكومبوننت ايه اللي على الطياره بتقول التوصيف بتاعك. طب اقول اي توصيف من دول؟ حضرتك هتقرا في المحاضره هتلاقي فيه حاجات متعلمه باللون البيربل ده، انا مش هسالك فيه يعني مين يعني، لكن محطوطه معلومات عامه ليك عشان تفرق ما بين الوصف عشان توصف حاجه. يعني الجزئيه اللي هنا تعتبر انجليزي شويه او اختبار في معاني الانجليزيه، فالماده بتاعتنا مش ملهاش دعوه بالاختبار الانجليزي ولا قوتك في الانجليزي. احنا عايزينك تبقى مركز معانا في الصيانه، والانجليزي بالنسبه لنا تول. تمام. الصيانه ليها انواع، ثلاث انواع رئيسيه: البريفنتيف مينتنس، الصيانه الوقائيه، is a routine for periodical inspection، الصيانة اللي هي بتبقى معمولة بتايم معين ومتصممة بوقت معين بناء على الفيلير واللايف ليميت وكومبوننت لايف ليميت بتاع الأجزاء اللي على الطيارة. طبعا المصنع غالبا بيتدخل اللي هو بيديني خطط للصيانة ويقول لي اعمل دي تشيك او اي تشيك، او لا اعمل برنامج تاني 100 ساعة و300 ساعة و600 ساعة، لا اعمل برنامج 50 300، بيحط برنامج بالانترفالز بالمقترحة وانا بشوف ايه اللي مناسب عندي. لو انا الجو بتاعي كروجن زي اسكندريه وبورسعيد هحط برنامج الصيانه اللي فيه كروجن، لو انا الدنيا حر عندي في اسوان والسودان والبلاد الافريقيه هشغل الجو البرنامج اللي بيراعي درجه الحراره العاليه. بتبقى برامج جايه من المصانع اللي بتاعت الطيارات، وبالاضافه لو في ناس خبراء والشركه نفسها زي مصر للطيران او بي اس بتبقى شركات اي ام او ابروفد مينتنس اورجانيزيشن. الشركات ديت بتبقى ليها الحق ان تحط لنفسها برنامج صيانه خاص بالطيارات بتاعتها، بس يكون الفاكتور اوف سيفتي بتاعها اقل من المصانع. يعني لو المصنع قال تفتيش اتعمل مثلا كل 300 ساعه، فانا ممكن اقول البرنامج بتاعي لا كل 250 ساعه، لكن ما ينفعش اقول كل 350 ساعه، ما ينفعش اعدي التايم بتاع المصانع. اوكي. طيب دي البريفنتيف مينتنس، ودي انا بعملها الاجزاء ما بتبقاش بايظه. يعني انا بساعات انظف فلتر، هو اصلا الفلتر شغال ودوره الزيت شغاله، بس انا لازم اغيره، ولو ما غيرتوش هيجي لك تفتيش طيران مدني او تفتيش داخلي من شركتك او وات ايفر، هيبان ان انت ما سجلتش ان انت الشغلانه دي تمت، وتلاقي نفسك في جيزه وتحقيقات ومشاكل. فانت احنا طبعا مش بنقول الكلام ده علشان الجيزه والمشاكل، احنا بنقول الكلام ده علشان الشغل يتعمل صح. بريفنتيف مينتنس هي صيانه وقائيه مش عشان حاجات باظت، هي عشان وقتها جه. زي ما يكون عندك عربية كده غالية والعربية ديت ميعاد الصيانة بتاعها كل 10,000 كيلو، بتيجي تبص على العربية بتاعتك كل عند 10,000 كيلو أول بعد ما اشتريتها من زيرو لقيت ما فيهاش مشاكل، فتقول والله ما فيش داعي مش لازم أروح أوديها بقى للصيانة. طبعا أنت هتدفع الثمن في المستقبل، هيخليك تروح لحاجة تانية اسمها
كوركتيف مينتنس اللي هي رقم 3، ودي اغلى حاجه، ودي الصيانه التصليحيه او اللي انت بتصلح فيها، وغالبا بتشيل اجزاء وبتركب اجزاء، ودي بتبقى مكلفه جدا بالنسبه للبرايس بتاع الصيانه. نوع تاني من الصيانه اللي هو البريدكتيف مينتنس، ودي الصيانه التنبؤيه. عندنا في المحرك بالذات بنتعامل معاه زي قلب الانسان، عندنا في تحليل زيت، بنحلل الكوليسترول ودهون ثلاثيه، لا مش الكوليسترول ودهون ثلاثيه، بنحلل تآكل والويرز بتاع التروس وبتاع البيرنج اللي هو دورة الزيت. باخد عينة زيت واروح ابعتها لمعامل متخصصة دولية معتمدة، ويقول لي والله انت عندك نسبة الحديد كده، ونسبة المغنيسيوم، نسبة مش عارف ايه، عندك الترس الفلاني، عندك الشافت بتاع الاويل بامب بدأ يتاكل. فالموضوع اتطور قوي في حسابات المحركات، بقت بتتعامل كأنها قلب الانسان بالظبط. كذلك بعمل له عملية قلب مفتوح، وعامل له عملية منظار. عملية المنظار بيتقال عليها بوروسكوب، الانجن مش القلب. الانجن عشان فتح الانجن سبليت بيبقى مكلف، وعايز ناس خبراء عشان يرجعوه تاني زي ما كان بدون اخطاء. فبعمل حاجة زي فايبر اوبتكس كده، بتدخل من مسارات معينة بسبيشال تول، بصور فيديو، بصور ريش التربينة من جوه، عشان دي اخطر حاجة طبعا، بتتعرض لدرجة حرارة عالية، وبالتالي بقدر اتابع تدهور شكل الريش والوضع. هنشوف يعني خلال المحاضرات القادمه المواضيع اللي انا بحكي لكم عنها، فما تقلقوش يعني. لكن احنا بنقول بريدكتيف مينتنس، يعني دي صيانه تنبؤيه بتقول ايه اللي ممكن يتدهور في المستقبل. فدي مشهوره جدا عندنا بالذات في الحاجات الاستراكشر كريتيكال، في الهليكوبتر، في التيل بوم بتاع الهليكوبتر، مليان ريفيتس ومليان بالك هيدز ومليان ستيفنرز وسترينجر ولونجرانز، الاجزاء بتاعت الاستراكشر كتيره جدا ممكن يحصل فيها كراكس وانا مش شايفها. طبعا الكلام ده بيجي بالخبره، يعني انت من سابقه اعمال الطياره ديت ان هي بتحصل كراك في المنطقه الفلانيه بعد 600 ساعه ولا بعد 300 ساعه، فبالتالي بعمل لها برنامج بريدكتيف علشان ابقى مطير الطياره وانا مطمن. نتعامل مع الطياره في الصيانه بمنتهى الاحترافيه عشان نمنع الحوادث، وكذلك احنا بناكد على ان الطياره هي اقل وسيله مواصلات بيحصل فيها حوادث، ورغم من خطورتها وان هي طبعا سايبه الارض، وفرص ان يعني يعني ظروف التشغيل بتاعتها صعبه شويه عن اي حاجه تانية، ولكن نتيجه ان البرامج المتعاقبه الكتيره والتدخلات الكتيره لاي حادثه، وان لازم الاكشن يتم بعد الحادثه، والهيومن فاكتورز والمشاكل اللي بتؤدي للحوادث بنحاول نمنعها، فبالتالي نجحت بقدر كبير انها تسيطر على حوادث الطيارات، وبالذات موضوع الصيانة دوت والتطور في الصيانة، مع طبعا الجزء التاني الخطير اللي هو الهيومن فاكتور، وهنتكلم فيه لو في فرصة، يعني نديكم فكرة عنه لو في فرصة. خلصنا أجزاء كده من المحاضرات بتاعتنا، انتوا سامعيني ولا نمتوا؟ حضرتك يا دكتور تمام يا حضرتك دكتور يا دكتور أكمل؟ تمام يا دكتور أكمل ولا إيه رأيكم؟ ولا زهقتوا؟ لا تمام يا دكتور كمل حضرتك. طيب النوع الثالث كوركتيف مينتنس، اللي هي زي اللي انت ممكن مخك يبقى متعود عليها بشكل طبيعي، حاجه باظت اروح اصلحها، اللي هي الحنفيه عندي اتكسرت اروح اجيب حنفيه ثانيه، تي درين من الحوض باظ هوز اروح اغيره، هو دي الكوركتيف موجوده في الطيارات عندنا، وطبعا دي اللي هي ايه مش محتاجه شرح يعني، بس هي الاكثر يعني تكلفه. تيز تايب اوف مينتنس يوزد فور اكويبمنت افتر equipment breakdown or malfunction is often most expensive replacement، يعني بيحصل جواها replacement او repair. predictive maintenance انا هقول لك في الاخر الامثله بتاعتها predictive، ان هي في oil gin oil analysis و turbine bruscope. ال predictive maintenance اللي هي schedule maintenance، schedule inspection. طب ايه انواع الصيانه نفسها؟ انا لو جيت عملت اي شغلانه على الطياره في ثلاث اربع اسماء او في اربع اسماء الدنيا في الصيانه متقسمه ليها. اول حاجه اللي هي الترابل شوتنج، طياره على خط الطيران ما هيش جوه الهانجر بس بتطير طايره، يعني مش داخله جو صيانه قوي، فبنقول ان الصوت فصل يا دكتور جماعة. احنا مستمعين حضرتك.
يا دكتور الميكروفون فصل. The time is 3 o'clock PM. شباب سامعني؟ سامعين حضرتك تمام يا كده دكتور. يا دكتور. طب ايه المشكلة؟ احنا وقفنا شوية ليه؟ ايه كان اللي في حصل؟ فترة ما كناش سامعين حضرتك، الصوت مرة واحدة فصل. وانتوا ما انا كنت سامعكم برضه مش كده؟ اه احنا كنا اتكلمنا. ايوه طب انتوا كنتوا سامعين بعض؟ كنا سامعين بعض. انتوا كنتوا سامعين بعض لكن مش سامعين انا. مظبوط. ايوه طيب ماشي، المهم دلوقتي الأمور طيبة. نشير. طب الشاشة شايفينها عندي؟ لا يا دكتور، مش باينة الشاشة؟ لا دلوقتي لا. طب دلوقتي كده شايفينها؟ نكمل؟ نكمل. بسم الله. طيب فاحنا بنقول ترابل شوتينج معناها الصيانه اللي هي اللي بتاعت الضبط والريجنج والسيرفسنج. سيرفسنج ده حتى لما اجي ازود زيت، ازود شحم، حاجات اللي هي زي اللي انت بتعملها في محطه البنزين للعربيه، اللي هي الصيانه اثناء الاوبريشن اسمها ترابل شوتينج وادجستمنت. الصيانه الثانيه اللي هي الانسبكشن، بعمل يعني بفتح وببص، وتفتح كبوت العربيه وتبص بقى، تبص تشوف التسريب، الزيت جاي منين، الميه السخنه ولا هو. والحاجات دي جاية زي كذلك في الطيارة، لما انت تفتح اجزاء وتشيل بانل وتفتح كوالن علشان تبص على المحرك وتبص على تيوبس وتبص على كراكس، فده اسمه مش بتعمل ساعات قياسات وتشوف بلاي وتشوف الحركة، الحاجة لوز قد ايه، تعمل فيجوال انسبكشن، وممكن ان دي تي اللي هي نون ديستراكتيف تيست، كل ده اسمه انسبكشن، بتشغل عينيك بشكل كبير وبتاخد مقاسات. النوع الثالث من الصيانة اسمه ريبليسمنت، وده مشهور بالنسبة لكم، بشيل الشيء القديم بايظ واركب شيء، اركب جزء سليم ومكانه، فدي ريبليسمنت، استبدال على طول، تشينج. النوع الرابع اوفرول او ريبير. النوع الرابع ده الصيانة اللي هي التقيلة شوية وعايزة ناس خبراء في الطيارة او في المحرك. ده بيحصل فيه ان انا بفك جزء المحرك مثلا خالص، بعدين اغير الاجزاء بناء على كتاب العمارات، في كتاب للصيانة
العادية للطيارة، في كتاب عمرة لكل جزء اللي هو من ضمنه الانجن، يعني في مثلا هيدروليك بامب، في لاندنج جير، كل ده بيبقى ليه كتب صغيرة أو مينتنس مانوال خاصة بيها أو أجزاء خاصة بيها إذا كان مصنع الطيارات مش هو اللي مصنعها. فبتلاقي المصنع الصغير اللي عاملها بيتقال عليه أو إي إي أو أو إي إم، اللي هو السبلاي بتاع المنتجات ديت، هو اللي بيعمل كتاب صيانة خاص بيه للريموفال أو الأوفرول بتاعه. لما أجي أصلح برضه في أعمل ريبير في الاستراكشر بتاع الطيارة، بيبقى عن طريق مانوال اسمه استراكشر اند ريبير مانوال، برضه طالع من غالبا مصنع الطياره نفسها اللي زي الايرباص او البوينج، الشركات اللي هي الخاصه بالطيارات نفسها اللي بتبقى مسؤوله عن الاستراكشر ريبير. فالصيانه اللي هي تقيله اللي هي في اوفرول وريبير دي بتبقى محتاجه حروف زياده في اللايسنس بتاعتك، الاس يعني استراكشر واليو يعني اوفر اول. طبعا الجدول اللي جاي بعد كده المفروض بيصنف الناس بتوع الصيانة والرخص بتاعتهم ازاي، كل واحد بيشتغل على ايه بالظبط. طبعا الطيارة عبارة عن يعني محتاجة خبرات كتيرة جدا، فبالتالي عشان يبقى فيه تخصصية وزعنا شغل الصيانة على كل متخصص. ده حتى في العربيات هتلاقي فيه ميكانيكي ما يشتغلش في الكهرباء، وكهربائي ما يشتغلش في ميكانيكة العربيات، أو فيه عفشجي ما يشتغلش مش عارف ايه. فالعربية نفسها ليها صناعية، كذلك الطيارة كمان ليها صناعية مستحملونا في التعبير، بس يعني بشكل شيك جدا وبشكل مراقب وبشكل ان معاهم يعني معاهم لايسنس ابروفد. فالناس الابروفد ديت متصنف كالتالي في الجدول ده، اي ان سي يعني اير فريم اند انجن، وتحت ال 5700 بيبقى لطيارات الهليكوبتر، واول لو الطيارة كبرت بقت فوق ال 5700 كيلو جرام بيبقى الاي لوحده والسي لوحده، ايه اللي هو الاير فريم والسي اللي هو التربل او الانجن، مالتي اكس ده الافيونكس، الاكس الكتريك بيبقى برضو طيارات اكسيدين كذا، مالتي اكس ده ممكن يبقى طيارات الهليكوبتر والطيارات الصغيره تحت 5700، الاي يعني مهندس متخصص في المحركات، الجي يعني راجل بتاع الكتريكال كومبوننت، الام يعني بتاع كيميكال شوب مينتننس، مش نادر ان انتوا تقابلوه يعني مش مشهور قوي، لان اللي هو بتاع النون ديستركتيف تيست طبعا في ناس متخصصه في التفتيشات دي، والاس اللي هو الاستراكشر زي ما قلنا، واليو اللي هو يونت اوفرول، والفي ده بتاع افيونكس شوب. تمام، يعني انا مثال قدامكم، انا راجل مهندس طيران مجاز او فني طيران مجاز، معايا الاي ان سي اللي هي بتاعت الهليكوبتر اللي فوق دي، ومعايا حرف اليو، وضايف دول اللي هم القاعده الرئيسيه اللي بتضيف عليهم طرازات الطيارات. يعني لازم الاول يبقى عندك حرف، وبعد الحرف اللي هو بنقول عليه وزاوت تايب ريتنج، يعني هنا في وزاوت تايب ريتنج للمرحله دي اي ان سي، وفي وزاوت تايب ريتنج للمرحله يو. بعد ما تاخد الحرف بتاخد فرقه الطياره او فرقه الكومبوننت، يعني مثلا انا خدت هنا اليو كمان بالنسبه لي انا شخصيا خدت الاوفرول، فلازم اضيف عليه الاجزاء اللي انا هعمل لها صيانه او هعمل لها عمره. تمام، ده تعريف سريع للحروف اللي بتتعامل بها سلطة الطيران المدني أو وزارة الطيران المدني الموجودة في مصر بالنسبة للناس المجازين للعمل على صيانة الطيارات. عايز أطمن عليكم بس إن أنتوا سامعيني من حين لآخر عشان ما أفقدش الاتصال معاكم. تمام حضرتك يا دكتور. ممتاز. الانسبكشن فيز تايبس، طريقة التفتيش يا شباب على الطيارة بنقسمها لثلاث حاجات أساسية، وبالذات الطيارات الأمريكاني هم مرتبين نفسهم في الصيانه في حاجه اسمها سكيدول انسبكشن، في حاجه اسمها بي دي تشيك بيفور ديبارشر، واي دي تشيك افتر ديبارشر، وويكلي و100 اور و300 اور والميجر، وفي حاجه اسمها كمبيوتر ايتمز اللي هي يعني مثلا لو هيدروليك بامب انا بغيرها او بعملها انسبكشن. في يعني دي عباره عن شيتات، شيت الواحد ممكن يبقى 3 4 5 20 ورقه الشغل ده، وموجود في لسته، وكل ما يعدي 300 ساعه الطياره دلوقتي عامله مثلا 1000 ساعه طيران، اول ما تجيب 1300 وانا عملت في 1300 ساعه تفتيش، اول ما تجيب ال 1300 هروح اعمل لها 300 ساعه تفتيش. في لسته كبيره مثلا فيها 20 ورقه تقول اعمل التفتيش ده، او 40 ورقه او تيفر الرقم كام. وفي كمان كمبيوتر رن حضرتك بتبص له عشان الاجزاء اللي هي ميعادها جه عشان تتغير. ففي حاجتين في جو الصيانه الهادي، انا بسميه جو الصيانه هادي لان انت عارف قبلها بمده انت هتعمل ايه، اللي هو السكيدول انسبكشن. في
في صيانة تانية اسمها سبيشال انسبكشن أو تفتيش تاني اسمه سبيشال انسبكشن. ده بعد مثلا شغل معين، يعني أنا لو في الهليكوبتر عندي مثلا في عندي ريشة رئيسية اللي فيها، مش عارف أعرف أرسم ولا هنا، بس نحاول. أدي ريشة أهي، ريشة عشان تتربط في الهب يا شباب. هنا في زي نط كبيرة جدا، النط ديت اللي رابطة البليدز بالهب في الماست اللي بتاع الهليكوبتر بتاع الطيارة. الماست دي مهمة جدا، فأنا لو غيرت ريشة أو عملت حاجة في المين روتور وربطت، بسيب الطيارة تطير 5 ساعات أو من 5 لـ 8 ساعات، ولازم أنزلها تاني أعمل حاجة اسمها تورك تشيك، أطمن إن النط ما حصلهاش لوزنس أو ثابت مكانها بأي شكل نسبي، لأن النط دي خطيرة جدا. احنا قلنا مش عارف الهليكوبتر اللي حضر معانا منكم ان اسمها جيسس نوت، الناس في امريكا بيسموها جيسس نوت عشان دي لو ثابت المين روتور الطياره هتقع. تمام، فبالتالي بعملها حاجه اسمها سبيشال انسبكشن، يعني انا لو غيرت ما انساش ان بعد ما اغير اخلي الطياره تطير شويه عشان تعظم، زي بالظبط الكاوتش بتاع العربية أو التاير. لو أنت يعني قربت جامد على أو يعني وهي الطيارة مرفوعة والعربية مرفوعة، بتطرك أو بتعزم على النطس وبتستنى لما تنزل العجل على الأرض عشان تبقى معزمة في الأرض، تقوم مطرك تاني أو معزم تاني فيه عشان تضمن إن هي إيه، مش هتلوز أو هتفك أثناء القيادة وكده. فانا عندي علشان اضمن ان هي عظمت في مكانها صح، بسيبها تطير 5 ساعات بعد التورك اللي هو بتاع المينتنس نورمال، وبتدخل في وقت معين عشان اعمل تورك تشيك. النوع من الصيانه اللي شبيه لكده اسمه سبيشال انسبكشن، يعني ده ملوش ميعاد انا اقدر اقوله الا بعد احداث صيانه تانية تتم، يعني هو مبني على صيانات. سبيشال انسبكشن ده مبني على صيانات، هتلاقيه مشهور جدا وموجود في كومبوننت كتيره جوه الطياره. في نوع التفتيش الثالث اسمه كونديشنال انسبكشن، ده بيحصل في وقت غالبا انا مش عارفه، لو حصل مثلا حاجه خبط في ريش الطياره الهليكوبتر اسمه سادن ستوبج، حاجه وقفت لك الريشه، ففي تفتيش هتفتح شابتر 5 عشان تعرف هتعمل ايه. حصل حريقه في الطياره في جزء ما، هل هترمي الطياره ولا في امل تصلحها وتعمل تفتيش معين. حصل لايتنينج سترايك، يعني برق شديد ضرب شحنه كهربيه ضربت الطياره في مكان ما، فلازم في تفتيش هيتعمل. هارد لاندنج، طبعا مش كراش لاندنج، مش طياره اتدمرت، لا في هارد لاندنج، الطياره نزلت بس بجي شديد شويه، ففي تفتيش معين هيتم. طبعا كل التفتيشات الثلاثه دول موجودين في اتا شابتر 5. ريزن فور ريبليس ابارت فروم اير كرافت انجن، عشان تغير جزء من على الطياره في 6 حاجات ما لهمش سابع، يعني يا اما الجزء مثلا الهيدروليك بامب حصل ان الوقت بتاعها جه بتاع التفتيش، فبنقول عليه انسبكشن تايم ديو، او الوقت بتاعها جه بتاع العمره اوفرول تايم ديو، او الوقت بتاع انها تترمى او تروح سكراب خلاص. يعني طبعا انا عندي زي ريشه برضو الهليكوبتر وكذلك اللاندنج جير وكذلك حاجات كثيره جوه الطياره، سواء هليكوبتر او فيكسد وينج، بتجيب الفاتيج لايف بتاعها خلاص، هي بقت مجهده واصبح في خطوره ان انت الطياره. ريشه الطياره من الحاجات المشهوره، بسمح لها انها تطير مثلا 8000 ساعه طيران. باجي عن 8000 ساعه طيران، طبعا انا حاطط الكلام ده كله جوه في الكمبيوتر الرن بتاعي عشان هو اللي يحسب ويعد، ولما ببقى موجود في الموقع وموجود في المحطه او الهانجر بتاع الطيران والتايم ده جه، لازم افك الريشه وارميها. قال لها طب الريشه شكلها سليم وجميل وما فيش باين عليها اي حاجه، بس بيقول لك احنا اسفين، احنا بنشتغل في الطيران، بلاش في الكلام بتاعك ده، الطيران يعني سيفتيز فيرست، سيفتيز فيرست، ولازم اسمع كلام الصانع، لازم اسمع كلام الكتاب. ممكن تبقى شايف الريشه من بره خلاص، انت في انترنال يعني ماس انترنال انرشيا، حاجات بتمشي ماس فلو جوه الريشه بنتيجه يعني بتلف 350 لفه في الدقيقه، تضربه في الدقيقه تضربه في 60 دقيقه، يعني الساعه طارت 30000 ساعه، تلاقي رقم مهول طالع لك مع السنترفجال فورس، لا فوضع الريشه كله اتغير، ما ينفعش تسمح لها انها تطير. طبعا انا مش انا اللي بدعي الكلام ده، انا العلم هو اللي بيدعي الكلام ده، تمام، واحنا بنحترم العلم في مجال الصيانه. احنا ملزمين، نسيت اقول لكم حاجه مهمه جدا،
ان انت في مجال الصيانه، فكره بقى ان انا مهندس وابداع وان انا اخترع حاجه جديده وان انا اقول لهم موضوع جديد والكلام ده كله مش مجال ومش مسموح بيه في جوه الصيانه بتاعه الطيارات، لان انت مطلوب منك احترافيه بتاعتك، مطلوبه ان انت تحترم كتاب الصانع وكتاب المينتنس مانوال وتتبع للتعليمات اللي جواه، وان انت مش يعني خلاص تبقى فاميليار، ان انت تبقى شاطر في الكتاب ده اكتر من ان انت تبقى فاميليار ان انت تجيب لي حلول وتجيب لي مشاكل، بالذات الناس المهندسين الصغيرين اللي بيجوا يشتغلوا. طبعا ما بقولش الكلام ده عشان احبط الناس، لكن هو انت مطلوب منك في البدايه انك تتعلم، مطلوب ان انت تزود خبرتك، مطلوب ان انت، فما تجيش وانت لسه جاي تتعلم تقول انا عندي حل اللي مش عارف ايه وعندي حل الايه، ما حدش هيسمعك. هيسمعك انا بديك نصايح، على انا طبعا مش هشتغل معاكم كلكم، والله اعلم مين اللي هيقابلني فيكم، لكن انا بدي نصايح واقول ان مجال الصيانه الابداع فيه محدود قوي وليميتد قوي، لانه هو اصلا جاي من جهات وشركات كبيره عامله دراستها وعامله ابحاثها على الكومبوننت بتاعتها، فانا ما فيش حاجه بايديا في مجال الصيانه غير ان انا اسمع الكلام الصانع. تمام. السبب الرابع اللي انا هغير فيه حاجه من على الطياره اون كونديشن، انا بعناية عملت التفتيشات العاديه ديت بري تشيك، لقيت مش عارف اللاندنج جير مكسور، فخلاص اون كونديشن، مش بعاده، مش على تلتو، مش على 2000 ساعه زي ما الكتاب بيقول مثلا، لا انا عديت بعملت الفلايت لقيت كراك موجود او شرخ موجود في اللاندنج جير، خلاص يبقى اون كونديشن، يبقى انا دي تدخل تحت بند اون كونديشن مال فانكشن، في عيب ظهر وقته وعمره، هو الدنيا مش ماشيه لينير، يعني التفتيشات اللي انا حاططها دي مش لازم كل الاجزاء تسمع كلامي فيها. وبعدين انا عندي بقى يعني تقارير، ممكن اعمل ديفيشنسي ريبورت واروح اجيب حقي من المصنع لو الحاجه ما ادتش وقتها صح، بس ده مش برضه مش قضيه الصيانه، ده قضيه الاي ال اس او اللوجيستيك او الوير هاوس او الناس بتوع المخازن، دي موضوعهم. لكن انا موضوعي انا في الطيران، انا علاقتي قويه جدا بالطياره، علاقتي قويه جدا بقطع الغيار اللي انا بستلمها من المخزن بتاعي، لكن ماليش علاقه اكتر من كده، يعني المصنع حتى نفسه ماليش علاقه بيه غير الكتاب والطياره، بالذات في الشركات الكبيره بيبقى في حاجه اسمها ام او جواها سيكشن كبير اسمه انجينيرنج ومينتنس بلاننج، دي مكاتب كبيره موجوده جوه الاداره بيبقى فيها مهندسين برضه عدد مش قليل، ودول بيتعاملوا مع الاوراق والدورات الفنيه او النشرات الفنيه اللي جايه من المصانع، وحتى بيترجموها لورق خاص داخلي بالشركات اللي هي الام او زي ايجيبت اير والبي اس، ويشغلوا مهندسين اللاين بناء على الاوراق الداخليه دي مش اوراق المصانع، وده سيستم ابروفد لانه من خلال الاوراق ده اللي بيتعمل عليه اوديت اللي هو مراقبه ومراجعه من سلطه الطيران المدني، وكذلك من اداره الجوده، لو في اداره جوده في الشركات ديت لازم تلف وتشوف الورق ده بيتطبق ازاي، وحتى الانجينيرنج نفسهم اللي بيترجموا طلبات المصانع والابديتس بتاع المصانع مطلوب ان انت تعمل عليهم مراقبه برضو كسلطه طيران مدني او حتى اداره الجوده، ومفروض في اي شركه محترمه في اي مجال حتى غير الطيران لازم لو شركه كبيره لازم يبقى فيها اداره جوده، اداره الجوده دي مسؤوله عن المتابعه والمراقبه والتطوير، ان هي تجيب الاخطاء بتاعت السيستم، لو في حاجه شغاله غلط تبلغ رئيس مجلس اداره او الجهه الرقابيه زي سلطه الطيران المدني تقول ان في خلل في واحد اثنين ثلاثه وتصلح، ده اي منظومه محترمه شغاله بكفاءه لازم تعمل كده ويكون عندها اداره جوده. السبب الخامس staggering for maintenance planning، حضرتك عندك طياره مصر الطيران، طياره بتروح بكين وعليها محرك المفروض هيتغير بعد 20 ساعه، وفي طيارة تانية زيها بتروح جدة، بتروح بكين في 10 ساعات 12 ساعة، وبتروح بكين كل يوم، وبتاعت جدة بتروح كل يوم، خلينا نقول كل يومين عشان بتاعت الصين تلحق ترجع، وبتاعت جدة بتروح في 3 ساعات، فأنا عندي إنجن هيتحرق بسرعة، وهي مش هيتحرق يعني التايم بتاعه هيخلص بسرعة، وهضطر إن أنا أغير إنجن. لكن أنا لو بنتكلم على 5 طيارات بيروحوا الصين وبيروحوا اليابان وبيروحوا الهند ومش عارف إيه، فعندي الطيارات لو انا سبتها تروح كده وطيارات والمحرك بتاع جده برضو قرب الميعاد بتاعه، فانا هلاقي نفسي مواعيد المحركات كلها تتغير في وقت واحد، لا انا كراجل كأبر مانجمنت للصيانه بتدخل وبغير وبقول يا ناس يا اللي في الصيانه شيلوا لي المحرك الفلاني ده حطوه على الطياره التانيه دي علشان اقدر اعمل كنترول للطيارات وتفضل الطيارات طايره. ترى لما تقف على الارض اسمها اي او جي، اير كرافت اون جراوند،
التعبير ده منتشر كتير جدا في شركات في مجال الطيران، اللي هو حد ممكن يشتغل هيسمع التعبير ده كتير، اي او جي. كل ما طياراتي بقت اي او جي، كل ما انا بقيت قربت ان انا افلس واقفل الشركه بتاعتي. فبالتالي علشان امنع ان طياراتي تقف، فلازم عندي مينتنس بلاننج مانجر محترم متابع الكلام ده، ما يسيبش كومبوننت كتيره جدا، يعني زي الانجن طبعا اخطر حاجه، ان كل يوم يجي الامر بتاعته في وقت واحد، وتلاقي نفسك طبعا انت مش هتخزن 10 محركات عشان حضرتك تشتغل مزاجك انت، يعني كل حاجه ماني توكس، الفلوس بتتكلم. فانت ممكن تكون مخزن محركين زياده عندك، طياره 3 7 مثلا، 10 طيارات كل طياره فيها مثلا محركين، فانت محتاج مثلا يكون محركين معاك 2 زياده ستاند باي. لو انت حضرتك سمحت ان 6 7 محركات يروحوا العمره في وقت واحد، المحركين اللي انت هتسيبهم ستاند باي مش هيحلوا المشكله. فبالتالي لازم عندك خطة ستاجرنج بلان، ان انت تتغير في المحركات اوقاته مع حسب تشغيل الطيارات. هل النقطة دي واضحة يا شباب؟ مشكلة المحاضرة ان اللي مش هيركز في نقطة هيجي يركز في اخرها مش هيفهم حاجة. هل انتوا فهمتوا انا قلت ايه في الستاجرنج ده؟ حد فاهم حاجة؟ طب انتوا سامعيني؟ اه يا دكتور، الستاجرنج ده بتاع تخطيط لأعمار الأجزاء ما تتقابلش في وقت واحد على طيارات بنفس الطراز ونفس المحرك. يعني معايا طيارات مثلا 3 7 عشر طيارات عليهم نفس المحرك، يعني 20 محرك. فأنا كشركة كبيرة زي مصر للطيران هسيب محركين كمان أشتريهم زيادة أخليهم معايا، علشان لو حصل أي فيلير لأي محرك أركب معلش يا دكتور عندي سؤال بس. هو حضرتك عامل ميوت للمايك. حضرتك لو حضرتك سامعني، هو في علامة مايك على اليمين أو فوق ورا داونلودز، في مايك حضرتك ممكن تدوس عليه. انا ما عملتش ميوت، بس سبحان الله انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل، بس ماشي يلا اتفضل قول سؤالك. دلوقتي أنا مش فاهم، هل أعمار البورتس ما تتقابلش مع بعض، ولا إن أنا يكون عندي سبير بورتس في حتة الاستاجرينج؟ الاعمار بتاعت المحركات ما تتقابلش مع بعض، تمام، أوكي. لان اللي اتقابلوا مع بعض يبقى هضطر افك المحركات كلها على الطيارات وابعتها عمره، والطيارات هتفضل على الارض عددها هيبقى كبير، وهضطر الغي رحلات طيران كتير. أوكي دكتور، مظبوط، تمام. خلاص شكرا يا دكتور. الله يخليك. السبب السادس اللي هغير فيه حاجه على الطياره، ان انا اعمل موديفيكيشن او ابجريد. يعني مثلا المصنع بيقول لك عندي مثلا في الهليكوبتر مروحه في ريشه تير روتور، والله لو غيرت ريشه التير روتور دي هيحصل لك فول كونسامبشن، والدنيا والاداء بتاعك هيبقى احسن، بدل ما توصل في 3 ساعات هتوصل في ساعتين ونص. اجي انا بقى مثلا في شركه زي البي اس بتاعت الهليكوبتر شغال في البترول، والله احسبها انا، هل انا خدت اشتريت الريش الجديده ودفعت فلوس هل هستفيد حاجه؟ ممكن استفيد، اقول اه انا فلوسي كتيره وهستفيد واوفر وقت العمال الطيارين وبتاع، واوفر الاوبريتنج اورز، وانا كده كده فلوسي بتجي لي بالعقد ملهاش دعوه بساعات الطيران، فانا ايه اوفر في التايم بتاعي وادفع. وممكن فكر تاني يقول لي لا انا مش فارقه معايا ايه، يعني ما الطياره تعمل 3 ساعات والسيفتي بتاعي شغال وطيران مدني سامح لي ان انا اطير بالوضع ده، مفيش حاجه هتجبرني ان انا اعمل التطوير ده. فبنسميها ايه، موديفيكيشن او ابجريد. عشان تغير جزء من على الطياره هيجي لك امر من اداره المينتنس بلاننج او المينتنس انجينيرنج اللي في الشركه الاداره بتاعتك، هيقول لك غير الريش او ما تغيرش، تجيب لك ورقه رسميه اسمها انجينيرنج اوردر،
بناء عليه هتنفذ اللي موجود فيه. لو هي معلومة بس وهم مش مقتنعين يغيروا، هيجي لك ورقة تاني يقول لك maintenance service letter او SIL service information letter، مجرد معلومة ان شركة بوينج ولا شركة بيل طورت الجزء الفلاني واحنا ايه مش بروسيسنج ليها ومش ابليكابل معانا. فهذه الست اسباب اللي حضرتك هتغير بناء عليها حاجه على الطيارة. هل ينفع وانت قاعد كمدير للطيران للهنجر وكبير طيارين طق في دماغك مثلا ان انت تغير باب، طق في دماغك تغير مش عارف ايه؟ اصبح اي قرار هتاخده بقى تحت مسؤوليتك، ولو حصل تحقيق هيجيبوك ويقول لك انت عملت كده ليه. لو مش تحت الست حاجات دول لازم يبقى عندك رد مقنع، لان الموضوع مش موضوع الشغل على الطياره مش بالاريحيه ومش بالمزاج اللي نفسه في حاجه يعملها، لا كل حاجه اندر كنترول وكل حاجه لازم يكون فيها يعني رولز بتاعتها والتعليمات بتاعتها. الجزء المهم في المحاضره بتاعتنا اللي جاي ده اسمه Aircraft Maintenance Work Environment. خمس حاجات لو خلصناها يبقى احنا خلصنا وتخيلنا مع بعض احنا موجودين في شكل في هنجر الصيانه ازاي. هنتكلم على خمس حاجات. ايه هما؟ المينتنس بابليكيشن، الورق بتاع الصيانه، مهم جدا انك تبقى عارف الورق ده تصنيفه ايه وجاي منين. الاتا شابتر دي حكايتها ايه وعباره عن ايه. الدامج تايب، لغه المعادن، ازاي اعرف الدامج اللي على المعادن. ايركرافت ريفرنس لاين، ازاي يبقى عندي ريفرنس لاين للطياره حيث اوصف مكان فيها او عيب فيها. التولز اللي موجوده جوه الهانجر والجراوند اكوبمنت اللي في الهانجر والهانجر فاسيلتي. برضو احنا بننقلكم بنحاول نتخيل مع بعضنا، احنا مهندسين شاطرين جدا في التخيل، فمعلش استحملوا الكورس ده، المفروض طبعا يكون جوه هانجر طياره فما فيش امكانيه، فبالتالي احنا نستعين كده بالصور ونستعين بالله قبل اي شيء ان احنا ايه ننجح في الموضوع ده ونشرحه لكم ببساطه وسلاسه. فالخمس حاجات دول لو احنا خلصناهم يبقى احنا كده لمينا وتخيلنا احنا شغالين ازاي في صيانه الطيارات سواء في اي حته في العالم مش في مصر بس، في كل اماكن العالم. المينتنس بابليكيشن ايشود باي، مين اللي بيصدر المينتنس بابليكيشن؟ يعني انا لو انا قاعد في هنجر الطيارات جالي ورقه مثلا من وزاره الصناعه ولا وزاره الاستثمار وتجي طالبه مني اوامر اعمل حاجات في الطياره هنفذها؟ مفيش كلام. انا عندي ثلاث جهات فقط هم اللي انا بتعامل معاهم في مجال الطيران. الجهه الاولانيه اللي هي الصانع وبرمز له بام اف ار او مانيفاكتشر، تمام، سواء بتاع المحرك او بتاع الطياره او حتى بتاع الكومبوننت. الصانع لاحترامه وورق بتاعه لاحترامه، بالذات لو انا مش ابروفد مينتننس اورجانيزيشن، بالذات لو انا مش ابروفد مش اي ام او، تمام. ايه المثال للورق الصانع؟ المينتننس مانوال، طبعا الورق مهم جدا، ده اللي انت بتفك وتركب وتفتش وكل حاجه بتعمله، ده روح الطياره، يعني 90% من شغلك ورخصتك ومرتبك انك تنفذ الاوامر اللي في المينتنس مانوال. طبعا عشان تغير جزء وتطلب حاجات من المخزن لازم عندك حاجه اسمها Illustrated Parts Catalog، مانوال خاص بالبارت نمبر بتاع الاجزاء، تمام. في بعد كده Component Repair and Overhaul Manual. انا رافع لكم حبه ملفات مهمه موجوده على جوجل درايف للماده، فيها ملفات للكلام ده لو حد حابب ياخد فكره عنه عشان الوقت ما يضيعش. زي ما قلت لكم الماده مليانه معلومات لا نهائيه كتيره جدا، فاحنا بنحاول نركز على العناوين ومعانيها، وبعد كده انت اعمل سيرشنج براوزنج على درايف براحتك ونسال لو في مجال للمحاضرات القادمه. المانيوال الثاني اسمه كومبوننت اند ريبير، كومبوننت ريبير اند اوفرول مانيوال وستراكشر مانيوال، ستراكشر اند ريبير مانيوال. حاجه اسمها نشرات تكنيكال بوليتين، ودي اللي انا غالبا بيبقى فيها موديفيكيشن مش اجبار، والالرت سيرفيس بولتن بتيجي من المصنع فيها اجبار ان انا لازم اغير الجزء ده لان بيأثر على السيفتي. طبعا واحنا شغالين في الطيران اكتر كلمه بترعبنا وبتخوفنا كلمه سيفتي، يعني حاجه كومبوننت تكسر وقبل الكومبوننت اللي هتكسر فيه انسان هيموت، فغالبا الالرت سيرفيس بولتن دي بتتاخد بجديه جدا، بيبقى معاها غالبا من الحكومه بتصدر ورقه اسمها اي دي، زي ما احنا هننزل للحكومه دلوقتي اللي هي الاير وورث دايركتيفز. الاي ديز ديت ورقه مانداتوري وممكن تتحاكم فيها وممكن تتسائل قانونيا وتتعاقب كمجرم او باحكام جنائيه وقانونيه ومشاكل كبيره لو انت ما نفذتش الكلام اللي موجود جوه الاير وورثنس دايركتيفز، دي مسؤوليه قانونيه كبيره.
بتبقى ماشيه مع الالب سيرفيس بولتن او اساسها الالب سيرفيس بولتن اللي طالع، زي مثلا حادثه مصر الطيران، وقع الطياره مش عارف سببها بالكرانك في الرادار ولا مش عارف ايه، فتيجي بوينج تقول انا هعمل انفورسنج، هطور في الكرانك دوت، فلازم ايه، هنزل بارت نمبر جديد فاصبح اليرت سيرفيس بولتن، لازم يطبق الطيارات تقف على الارض، اللي على الارض يفضل على الارض، واللي طاير اول ما ينزل ما يطيرش تاني لغايه ما الجزء ده يتغير. ده موضوع اللي علاقه بالسيفتي بشكل كبير. في ليست اسمها ام اي ال، مينيمم اكويبمنت ليست، ودي اللي بيعملها المصنع، ودي خاصه بالاجزاء الالزاميه المهمه لازم تكون شغاله على الطياره. زي ايه الكلام ده؟ غالبا بيبقى ليه علاقه بعدادات والكوبنت جوه كوبايلوت، الحاجات اللي جوه الانسترومنت اللي جوه عند الطيار والمساعد بتاعه. زي مثلا عندي عداد بتاع ارتفاع موجود للبايلوت عداد وموجود للكوبايلوت عداد، واحد من العدادات باظ، هل الطياره طالعه من جده ومروحه على مصر على القاهره، هل اوقف الطياره وتفضل على الطياره في جده؟ مين اللي يحكم على الموضوع ده؟ اللي يحكم على الموضوع ده ان الطيار يطلع الكتاب اللي جنبه اللي تحت الكرسي بتاعه اسمه ام اي ال، ويفتحه ويقول ويتشيك كده، لو لقى ان العداد دوت في كاتيجوري يسمح ان انا اطير من غير ما يعوق السيفتي، او يعرفني الكاتيجوري بتاعي مثلا ان انا اتغير بعد يومين، او اتغير بعد اسبوع، او اتغير بعد 3 اسابيع، الكاتيجوري هي اللي بتقول هيتغير بعد ايه، والطياره ما تطيرش تاني الا لما الجزء ده يتغير. فهو نوع من السماحيه نتيجه ان اجزاء الطيارات كترت وبقت كثيره جدا، فاصبح المصانع بتدي شيء من السماحيه ان الطيارات تطير، لان ما ينفعش الطياره فيها دلوقتي مثلا 5 مليون جزء. مش معقول يعني 5 مليون جزء دول هيبقوا بيرفكت، احنا ما فيش الكلام ده. فلو في حاجه مثلا حصل لها يعني امبروبر فانكشن او تعطلت، طبعا في حاجات ما ينفعش، حاجه لو مش موجوده جوه المينيم اكويبمنت ليست فالطياره ما بتطيرش، زي مثلا عداد الحراره بتاع المحرك مش هتلاقيه جوه المينيم اكويبمنت ليست، مش هتلاقيه مذكور اصلا. لكن في حاجات تانية قد تكون 80% من العدادات او 70% من العدادات مذكورة جوه الام اي ال، مذكور التعامل معها ازاي، بالذات العدادات اللي فيها ريدندنسي. ريدندنسي يعني وفرة، يعني موجود بايلوت وكو بايلوت، موجود متكررة مرتين، فاصبح ممكن ان انت تتعامل وتطير بالطيارة لو انت عندك عداد من الاثنين، او شاشة من الشاشتين حصل لها يعني ايه اي عيب. احنا بنقول ام ال ده مسؤول عنه تحديد اوقاته هو المصنع. الاوراق ديت اوراق مهمه جدا، وانا بكلمكم بشكل شخصي اتعاملت معاها كلها، انا طبعا بكرم ربنا عندي خبره اكتر من 25 سنه في مجال الصيانه، فكل الاوراق دي مهمه، وعلى الاخص المينتنس مانوال. انا معايا 5 طرازات في الهليكوبتر، ومعرفش انا كنت عرفتكم بالكلام ده في كورس الهليكوبتر، بس بنأكد تاني، ومفروشين دول على وزاره بريتنج اي اند سي حرفين، وكمان معايا اليونت اوفرول اللي هو بتاع عمارات، فبالتالي اشتغلنا في المجال كتير، فلازم نعرف الورق اللي احنا بنتحرك فيه عشان ما ندخلش جوه هنجر الطياره واحنا لايسين مش عارفين احنا بنتحرك ازاي. تمام. طيب مين تاني الجهه اللي مسؤوله عن اوراق الطياره؟ الجفرمنت. الجفرمنت بتاعت ايه، المصنع ولا اللي بيطير فيها الطياره؟ حد يجاوبني. الاثنين. الاثنين، برافو عليك، الله ينور. الجفرمنت بتاعت الاثنين، بس اللي ليه علاقه بشكل مباشر و90% من اوراقها هي اللي بتيجي بتشغلني كتير قوي، مش 90% نقول 70%، هي اللي الطياره طايره فيها، لان هي المسؤوله الرقابيه اللي دايما تبعت لي لجان تفتش عليها. هي يعني مثلا مصر طيران، الحكومه المصريه وزاره الطيران المدني بتبعت من سلطتها اللي هي سلطه الايجيبشن سيفل افييشن اثوريتي اي سي اي، اللي حضرتك بتاخد رخصتها لو انت اصدرت رخصه بتكون من خلالها، هي الجهه اللي بتصدر اوراق. بتصدر اوراق شبه ايه؟ حاجه زي الايديز اللي احنا جبنا سيرتها وقلنا دي بتبقى ايرور سينس دايركتيفز، هسالك عليها. وخلي بالكم المنطقه اللي احنا فيها ده سؤال اجباري لازم بيجي في اي امتحان، يا ميد تيرم يا فاينل، اقول لك وات از هو ايشو ذا مينتنس اوف الايركرافت مينتنس ابلكيشن، فلازم اقول لك اديني مين اللي بيصدر واديني مثال لكل واحد منهم. هتقول لي مثلا مانيفاكتشر ومثال مينتنس مانوال واي بي سي، مش لازم تجيب كله يعني، تجيب لي نموذجين من كل واحد. جفرمنت اي ديز اند ريجوليشن. ريجوليشن اللي هي التشريعات، ما اعرفش انتوا درستوها ولا لسه، المفروض في مهندس محترم مدني بيتهيألي بيدرس لكم حاجه زي كده. وفي حاجه اسمها دوكيمنت اون بورد، لما معظم الدوكيمنت اون بورد
معظمها فيها اوراق كتيره بتبقى جايه من الطيران المدني، وكمان بلو بوك، في حاجه اسمها بلو بوك، كتب الزرقاء التقيله اللي فيها كل الاعمال اللي تمت على المحرك او تمت على الطياره، بتبقى لها علاقه بالسيريال نمبر الطياره او سيريال نمبر المحرك، وبتتحرك مع الجثه او الجزء نفسه، بتتحرك الكتاب ده لازم يتحرك معاه لانه بيعبر عن تاريخ الانجن. يعني انا لو بعته الانجن ده بعته امريكا او كندا يتعمر، لازم الكتاب ده يكون معاه، يسافر معاه. او لو في بعض الاجراءات يقول لك كبير مفتشين الشركه بيحتفظ بالكتاب ده ويبعت اوراق تانية، وبيبعت هيستوريكال ريكورد بالتاريخ والمعامرات والاعمال اللي تمت في ورق تاني، يبعته للمحرك، عشان ده كتاب خطير جدا. طبعا المحرك ده جماد والطياره جماد، ما بيتكلموش، فالحاجه اللي ما بتتكلمش دي لازم تعمل لها ريكورد، هيستوريكال ريكورد، عشان تعرف تاريخها وتعرف ايه الاعمال اللي تمت عليها. ده بالنسبه للاوراق بتاعت الحكومه. في بعد كده ابروفد مينتنس اورجانيزيشن، الجهه الثالثه اللي هي الجهه المشغله بقى نفسها. في شركات زي ايجيبت اير، زي البي اس، شركات كبيره بتبقى هي لها متطلبات معينه عشان تبقى ابروفد مينتنس اورجانيزيشن. اولا يبقى عدد طياراتك كتير، حجم معين، وعندك مش عارف هناجر بطبيعه معينه، عندك عدد من المهندسين مجهزين فوق مثلا 200 مهندس، عندك كلاس روم، عندك تريننج سنتر، وعندك مش عارف انستراكتورز، وعندك كل ادوات التدريس والمتابعه، وعندك كواليتي سيستم واداره. لو انت حققت متطلبات الطيران المدني دي هيقدر يعتبروك اي ام او. طب ليه مش كل الشركات اي ام او؟ يعني مثلا اير كايرو شركه طيران موجوده في مصر، ما هي شركه كبيره وعندها عدد طيارات مش قليل، حوالي 12 طياره تقريبا، او لكن ما هياش اي ام او، ما عندهاش مينتنس ابروفد مينتنس اورجانيزيشن، وبالتالي مش هتلاقي مهندسين كتير صيانه عندها كتير. طيب ايه مزايا الاي ام او؟ مزايا الاي ام او انه بيبقى نظام جوده داخلي وبيقلل الاخطاء، وبيبقى نظام صارم شويه ونظام كويس جدا، بيخليك شغال بسيستم داخلي للشركه. الاوراق اللي احنا قلنا بتاعت المصانع التكنيكال بولتن والاي اس بي والكلام ده بيترجم لاوراق تانية اسمها اس اي ال، سيرفيس انفورميشن ليتر، او اي او انجينيرنج اوردر. يعني كل التكنيكال بولتن هنا او الالت سيرفيس بولتن لازم هتتحول لاي او لو هنفذها، لو مش هنفذها هتتحول لاس اي ال معلومه، لو هنفذها بشكل دوري ومتكرر هتبقى ورك شيت. تمام. طبعا الاير كرافت تكنيكال لوج بوك ده الكتاب اليومي او اللي بيتكتب فيه الديلي واعمال الصيانه اليوميه، وبيتغير كل شهر تقريبا او حسب عدد صفحاته، وبيروح على الارشيف بتاع الصيانه. وفي طبعا الكمبيوتر ران اللي هو جدول اللي هنتكلم عليه في اخر المحاضره بتاع اعمار الاجزاء لو في وقت. تمام، او نتكلم عليه دلوقتي مفيش مشكله برضه. اهو بيبقى عامل زي اكسل شيت كده، بيبقى اول حاجه اسم الطياره، تاني حاجه الرقم الكمبيوتر ايتم نفسه، ثالث حاجه الديسكريبشن بتاع الجزء اللي هيتعمل عليه الصيانه، رابع حاجه البارت نمبر بتاعه، خامس حاجه السيريال نمبر بتاعه. طبعا ده بيتكلم على الانجن اللي على الناحيه الشمال، ليفت يعني شمال ورايت يعني يمين، فهو هنا الانجن الليفت ده البارت نمبر بتاعه، وده السيريال نمبر بتاعه. اللايف تايب انا هعمل ايه بالظبط، هعمل اوفرول ولا انسبكشن، هنا او اتش يعني اوفرول، اي ان يعني انسبكشن. اللايف يونت اللي بيقيس العمر بتاع الاوفرول ايه، اور ولا سايكل زي ما هنتكلم كمان شويه، هنا بيقيس بالاور، يعني كل 7000 ساعه بعمل اوفرول، كل ما يحصل طيران 7000 ساعه للمحرك ده اعمل اوفرول. تمام، وكل ما بيطير 900 ساعه بالنسبه للتربينه او الانجن 1، كل 900 ساعه بعمل انسبكشن بس بشكل معين، وبقى ليه ريفرنس الكلام ده، بقى ليه ريفرنس معين يعني الانسبكشن اهو، انا عشان عندي خبره شويه بالشغل ده، فطالما حاجه غريبه لازم يبقى لها ورق، والورق ده هروح اتبع الشيت ده وانفذ اللي موجود جواه، وديت التوجيهات بتاعتي. تمام، هنا بعد كده عندي يعني مثلا هنا بيقول التوتال تايم بتاع الطياره 973 التوتال تايم بتاع طياره جديده. طبعا الارقام دي احنا ارقام متعودين عليها 23000 ساعه و33000 ساعه، فلما انا الاقي 3 ديجيت بس معناه ان الطياره جديده، اسمها شارلي برافو ويسكي، عمرها 973 ساعه. ايه بقى موضوعها؟ موضوعها ان هنا عندي المحرك ده عندي 7000 ساعه هيتعمل له اوفرول، يعني كده معنى الكلام ان لو المحرك ده جديد يبقى لسه ما اتعملوش اوفرول. تمام، الريميننج اور بتاعه
فاضل لسه 6179، يعني اذا هو عمره تايم سيرفيس لايف بتاعه او الوقت بتاعه 821، واضح ان عمره اقل من عمر الطياره، يعني غيروا المحرك اللي كان راكب اوريجينال عليها وركبوا محرك ثاني جديد. تايم سينس اوفرول تايم سينس اسبكشن، الاثنين الوقت بتاعهم يكاد يكون واحد. انستولد ات 27374، ديو ات ديو تايم بتاع 33553، ريميننج اور كاست. تمام، ده نظره سريعه للاعمار بتاعه او الكمبيوتر رن بتاع اي شركه، يعني ده خاص بشركه البي اس، وطبعا ايجيبت اير عندها حاجه زي كده، كل الشركات عندها كمبيوتر رن بتتابع فيه الاجزاء. طب هل اجزاء الطياره ال 5 مليون جزء موجودين جوه الكمبيوتر رن؟ انا بقول لك لا، اللي موجود بس الاعمال اللي حاجات لها سيريال نمبر والكومبوننت والمين كومبوننت والكريتيكال كومبوننت والاجزاء زي معدات النجاه والحاجات بتاعه الاطفاء والكلام دول، هتلاقيه كله موجود جوه الكمبيوتر رن، ويقول لك المواعيد بتاعته من خلاله. طبعا معلش هو ممكن يبقى جدول مرعب او دمه تقيل عليكم دلوقتي، لكن اما نشرح شويه في المحاضره ممكن نفهم بعض الحاجات في الامور اللي جايه. تمام، ده الكمبيوتر رن وشرحناه وكده. دول الثلاث جهات اللي انا هسالك فيهم، وده سؤال لازم تعرفه، وانا حريص ان كلكم تكونوا من الكورس ده فاميليار بالثلاث جهات ديت اللي بتدي اوراق الطيارة. ايه تاني حاجه في الانفيرمنت بتاعت الصيانه؟ الاتا شرطه. بعد ما الاخوان رايت اخترعوا الطياره 1907، الطيارات فضلت تطير وتقع وتعمل حوادث كتيره، والناس فرحانه برضه، والناس بتموت والناس فرحانه، لان البشريه ما كانتش متوقعه ان في انسان يقدر يسيب الارض ويطير بطياره، فكان اكسبتد. جت الطيارات كبرت وعدت المحيط الاطلنطي وعدد ركاب زاد، والطيارات برضه يعني بدا يعني يبقى في صيانه بشكل اكثر احترافيه. فبداوا الطيارات لما كبرت اجزائها كترت، فاصبح لازم احدد. المهندسين بداوا يتلخبطوا، مش عارفين ده فول سيستم ولا هيدروليك سيستم ولا مش عارف ايه. فبدات الجهه الكبيره المسؤوله عن تنظيم الطيران في امريكا بصفتها، امريكا دي الدوله رقم واحد اللي بتطير طيارات في العالم يمكن حتى هذه اللحظه اللي احنا فيها، في الجهه دي اسمها اير ترانسبورت اسوسيشن، منظمه النقل الجوي في امريكا. اول ثلاث حروف فيها اي تي اي، هي اصل الاتا شابتر. نظمت الطياره لكذا سيكشن وعملت ميت سيكشن او ميت شابتر، وقالت كل شابتر ده مسؤول عن حاجه معينه. الجدول قدامكم اهو، بما اننا بندرس المحركات او بندرس كورس صيانه للانجن، فانا علمت على الحاجات الاصفر اللي لها علاقه ده طبعا مش 100 شابتر اللي قدامكم، اللي قدامكم دول حوالي مثلا حركه 40 شابتر، فاحنا اخترنا مثلا 20 30 شابتر. انا حريص ان انت تحفظهم، حريص ان انت تحفظهم وتبقى عارف كل شابتر بتاع ايه. انا شخصيا حافظهم بس بحكم الايه، انا حافظ مش ال 30 دول، انا حافظ ال 100، او مش هنقول 100 عشان ما نبالغش، انا حافظ 80، لان في حبه شباتر لها علاقه بطيارات انا مش شغال فيها. فانا عايز ادربكم بحيث تطلعوا من الكورس ده فاميليار، يعني مثلا شقه شابتر 28 في اي طياره في العالم بيتكلم عن فول سيستم، اتا شابتر 29 عشان هو انا مش معلوم عليه بالاصفر لان الهيدروليك ملوش علاقه بالمحرك. فاتا شابتر 29 في كل طيارات العالم بيتكلم عن هيدروليك باور او هيدروليك سيستم. 32 لاندنج جير في اي طياره، هليكوبتر فيكسد وينج. تمام، الاتا شابتر 72 بيتكلم عن المحرك سواء تيربن او ريسبريكيتنج او بيستون، كل المحركات بالكومبوننت بتاعتها في اتا شابتر 72، ازاي تركبها على الطياره 71. تمام، هنمشي تباعا كده وهنتكلم واحده واحده الاتا شابتر بحيث نبقى عندنا خبره فيه. عايز اطمن عليكم، ممكن حد يسمعني صوته حد يتكلم قصدي؟ اهلا وسهلا. تمام، فاحنا كده خلصنا الاتا شابتر، ندخل على الجزء الثالث اللي هو الدامج تايب. ازاي ابقى خبير بلغه المعادن؟ الكلام اللي هقوله ده مفيد ليك اذا اشتغلت في الطيران، ومفيد ليك اذا انت معاك عربيه وعايز تفهم اللي بيحصل فيها. لغه المعادن يا شباب، الدامج وانواع ابريجن وبيستر وباكلينج. انا من اول الباكلينج اهتم لي بيه عشان اسالك في الامتحان عليه. الباكلينج طبعا تدرسه بالاستراكشر، اللي هو بانل او بليت او حاجه مسطحه بيحصل فيها باكلينج، دلوقتي تموج.
كراك من الاعداء الكبير للطيران، ان يحصل كراك. والكراك ده لو اللي هو تعريفه من انفصال سيبريشن افيجر اور بريك ان ماتيريال، كراك مي نوت جو ذا واي، مش عارف سنو برنت ماتيريال. في حاجه زي كراك اسمها تير، والناس بتعمل اشعه مقطعيه وعندها تمزق في الاربطه او في العضلات، بيبقى فيها قطع داخلي. لو جبت سكينه وقطعت حته لحمه كده قطع ظاهري بس، بيبقى اسمه تير. لكن الكراك غالبا تعريفه بقطع من الاول للاخر، يعني بيبقى قطع من اول لاخر في السطح، السطح نفسه سماكه السطح نفسها فيها شرخ. لكن التير عباره عن ممكن يبقى سكراتش تقيل، خربشه تقيله يبقى تير. لو خربشه تقيله يعني لدرجه مثلا نص سنتي او حاجه زي كده سكورينج، لو خربشه خفيفه خالص تحت الملي يبقى اسمها سكراتش، لو خربشه كبيره وعمقت في المعدن اسمها تير، بس ما تبقاش يعني بتبقى يعني شبه الكراك. الكراك بقى ده اخرهم اللي هو عمل انفصال كامل من الجهتين بتوع السطح. الدنت ده المشهور برضو انتم المفروض فاميليار بيه، اسموس راوند باتوم ديبريشن. عايزك تفرق بين الدنت والفويد، زي ما هنشرح الفويد برضو بعد كده. الدنت دي بقى غالبا لها نقره، لو بصيت على الرسمه تلاقي لها نقره كده زي الابره كده، فده الدنت. الفويد بيبقى برضه تجويف داخلي بس بيبقى دائري ملوش نقره، ما بيبقاش جواه يعني علامات. الديستورشن اللي هو تغيير في شكل المعدن. الفليكنج، فليكنج يعني قشره، يعني ترس مثلا بدات تحك فيه سنه ثانيه فطلعت قشره منه فده معناه فليكنج. فلتنج سيبك منها، جيجنج سيبك منها. النك اللي هي نكس يعني برضه اشار بوتوم ديبريشن، يعني لما اجي اخربش بالمقص ولا بالمسبار ولا بالسكينه في اي معدن فانا بعمل فيه نكس، نكس يعني تجاريح كده او خرابيش قصيره، فدي مقصود بيها شارب بوتوم ديبريشن وذ راف اوتر ايدج. تمام. البيتنج طبعا، البيتنج لازم تفرق ما بينها وبين الكوروجن او بينها وبين الدنت. البيتنج دي غالبا تبقى ناتجه عن كوروجن، وانت حضرتك نظفت الكوروجن ولما تيجي تشيل الصدى ده او الكوروجن ده ما تشيله من على المعدن تلاقي الدنيا بايظه زي ما انت شايف، اللي هو التجويف اللي بتاكل من المعدن نتيجه الصدى. يعني دايما بعد نظافه الصدى او كوروجن تلاقي بيتنج بالمنظر ده. A surface condition recognized by minute او minute holes or cavities caused by corrosion pits may occur in such profusion as to resemble sapling. Puncture سيبك منها. Scoring مهمه تيجي في الامتحان ممكن. Scoring زي ما انت شايف كده حز، لو حاجه دائريه وتركبت عليها مسمار او خربوش لو حزيت فيها جامد هيبقى اسمها سكورينج، لو حزيت فيها حز بسيط هيبقى اسمه سكراتش زي اللي انت شايفه هنا. فهسألك الفرق ما بين السكورينج والسكراتش وتعريفات قدامك. نارو وشارو مارك مش عارف لاينز ايه، اقرا الكلام ده. سبولينج سيبك منها، ما بجيبش انا اسئله على السبولينج. التير زي ما شرحنا، التير اللي هو زي الكراك بس مش مكمل للسطح الناحيه الثانيه. الوير، وطبعا كلمة فاميليار بيها كلمة وير للتآكل. A condition resulting from a relatively حركتين ما بين جزئين معدنين على طول، زي مثلا ماسورتين عمالين يتحركوا بفايبريشن عمالين يحكوا في بعض فبالتالي يحصل ما بينهم تآكل وير. اروجن، اروجن ده ميكانيكال عكس الكوروجن، الكوروجن ده كيميكال. احنا كل التعريفات الايرورز او الدامج دي بتحصل نتيجة ميكانيكال، اهو قايل ميكانيكال، ميكانيكال سورس نتيجة خبطات معادن في بعضها فبيحصل ميكانيكال سورس. فالإروجن يا شباب is a wear process in which surface damage is caused by the repeated application of high localized stress. يعني زي مثلا ما تكون ماشي بعربية بتاعتك وجو فيه رمل كتير والرمل ده عمال يخبط في العربية فعمل فيها إروجن، اللي هيخبط في العربية ده هيحصل النتيجة بتاعته هيحصل erosion. Damage caused by repeated application of high localized stress. Erosion by solid particle impact is problem of great practical significance which can result in component failure. كل دي الدامج اللي يحصل في المعادن نتيجة ميكانيكال. طب نتيجة كيميكال ايه؟ البيرن الحريقة نفسها ده نوع من الدامج. الكروجن المعلم الكبير عدو الطيران، ده عدو الطيران اللي هو البارومة والصدف باللغة العربية. الصدى ده العدو رقم واحد في الطيران، وفي حوادث كتيرة مشهورة بسبب ان شركات او سبب ان جهات كتيرة ما بتنفذ في الصيانة ما نفذتش برامج خاصة ضد الكروجن وسبب الطيارات هتصدي وللأسف عملت حوادث.
تعريفه لازم تحفظه: A surface chemical action resulting in surface discoloration. طبعا هو ناتج كوروجن أساسا من الالكتروميكانيكال او الالكتروكيميكال تشين، السلسله الكهروكيميائيه اللي تدرستوها في ثالثه ابتدائي، في ثالثه اعدادي او في ثانوي، ان لو معدنين مختلفين مع بعض ففي شيء من الكهرباء ما بينهم والايونات بتتحرك ما بينهم بشكل كبير، فانا عندي اكم او كتير من المعادن المختلفه لازقه فوق بعضها جوه الطياره، فبالتالي لو انت مش حاطط مانع للصدأ او حاطط بروسيل او حاطط ماجنوليا وانت بتلزق معدن على معدن، فاحتمال الكوروجن كبير، بالذات كمان يكون جو ممطر وفي ايس وفي برد وفي مطره، كل الكلام ده بيؤدي للصدأ. فانت لازم تصمم طيارتك وتظبط طيارتك وتصين الطياره بتاعتك بحيث متبقاش عرضه للكوروجن للاسباب الكتيره دي. انا عندي حاجات كتيره ضد الصدأ بحطها، ال WD-40 اللي انتم عارفينه بتاع العربيات، سي ار سي، في حاجه اسمها ام اي كي، سي بي سي، كل دي كيماويات بتتحط وبتدهن بيها المعادن قبل ما نركبها فوق بعضها علشان تقلل فرص الصدى. اللي زي الكوروجن كلمه اسمها سلفيديشن، هي صدى بس بيحصل نتيجه حراره عاليه، كمان زي اللي في البوتاجاز، لو حد عنده في البيت بوتاجاز قديم شويه هيلاقي البوتاجاز يعني شبه براونش كده بني من سبب الحريق الكتير بسبب درجه الحراره. والسلفيديشن دي مشهوره جدا عندنا في ريش التربينه بتاعت المحرك. كده احنا شرحنا الدامج، والدامج كده من ناحيه الميكانيكال ومن ناحيه الكيميكال. الدامج ده ممكن يحصل عن طريق حاجه اسمها اف او دي برضو، اللي هو فورن اوبجكت ديبري، حاجه طايره، طاير اتشفط في المحرك، او مسمار طاير اتشفط في المحرك، او سيفتي واير، وممكن يسبب لي كمان كسر في ريش التربينه، بالذات الحاجات اللي هي فيها صدى او حاجات ضعيفه. لو جزء جاي من بره الطياره او بره المحرك بيبقى اسمه اف او دي، فورن اوبجكت ديبري. لو من جوه الطياره وهو المحرك قصدي، يعني مثلا مرحله الكمبريسور وقع منها مسمار، فبيقول عليه دوميستيك اوبجكت ديبري من جوه. طبعا اللي جاي من بره الطياره بيبوظ المحرك كله من اوله لاخره، لانه بيشفط من عند الكمبريسور او من عند الانتيك لغايه الاكزوست، فبيتكسر كل حاجه، وده يبقى علامه ان ده اللي حصل اللي دخل المحرك اف او دي. ولو بدا مرحليا من عند مثلا اخر الكمبريسور، معروف ان في حاجه باظت من اخر مرحله الكمبريسور، فيتقال عليه دوميستيك اوبجكت ديبري. الدامج بيتصنف لثلاث حاجات: يا اما حاجه خفيفه نيجليجبل وبسيب الطياره تطير عليها، وطبعا خبرتك انت يعني ما بعتمدش على مهندس لسه جاي جديد على الحاجه النقطه دي، لكن بعد 5 سنين مثلا من شغلك بتبقى قادر تحدد او تعرف يعني ايه نيجليجبل دامج. يعني مثلا صدى صغير تحت مسمار ممكن تنظفه مش هيعطلنا، كراك صغير او بانل متنيه كده في حته ملهاش لازمه، حته يعني مش باينه قوي او ما او مش هتأثر لي في اداء اي حاجه. ريبيرابل دامج النوع الثاني، دامج ممكن يتصلح. والنوع الثالث اللي هو كراش دامج، عربيه زي العربيات تدخل ترتفع في عمود ولا في حيطه، زي ما احنا قلنا في اول محاضره المينتينابيلتي مش هتبقى قابله ليها لان ثمنها الصيانه اكبر من ثمن الجزء، فبالتالي بتقول لي الجزء ده كراش دامج فاصبح غير قابل للصيانه او غير قابل للاصلاح بالنسبه للجزء. خلصنا 3 حاجات من بيئة الصيانة، فاضل لنا Aircraft Reference Line. عشان أوصف جزء، طبعا الجزء ده أسهل حاجة بالنسبة لكم أنتم كمهندسين، الجزء ده عشان أوصف جزء جوه الطيارة، مثلا لا قدر الله عربية ماشية في المطار خبطت البطنية بتاعت الطيارة من الجنب من ناحية الـ APU، ومحتاج ان قلت للمهندسين بتوعي والاستراكشر ريبير شيت ميتال وقعدنا عشان نصلح، لان نفسنا مش عارفين نصلح الجزء اللي مش واضح في المينتنس منه، فاصبح لازم اوصف واعمل تقرير ابعته للمصنع اقول له انا حصل عندي دامج في المكان الفلاني، لو سمحت اديني ريبير سكيم او اديني خطه اصلاح للمكان ده، علشان اروح اقول للمصنع واخاطبه واقول له الوضع كذا كذا، لازم ابقى عارف الريفرنس لاينز عشان اوصف مكان جوه الطياره. في 3 حاجات اكس وواي وزد بيعرفوا لي الطيار، بيعرفوا لي النقطه في الطيار، حاجه اسمها ستيشن لاينز، ودي بتبقى من اول نوز لغايه اخر جزء في الديل، دي الستيشن بتبقى ماشيه مثلا بالانش او ماشيه بال يعني الطيارات الامريكيه كلها ماشيه بالانش، يقول لك ستيشن مثلا 362، يبقى الرقم من النوز لغايه 362 في طول الطياره يبقى انت في الستيشن دي، بشكل ايه؟ تقطع الطيارة على عمودي على الخط الكوأكسيال بتاعها اللي هو اللونجيتيودنال اكسيس بتاعها.
وده الاستيشن، تعرفها بالانجليزي حضرتك احفظه او مش احفظه افهمه عشان لما يجي لك في الامتحان تقدر تميز ما بين الثلاثه دول. الووتر لاينز اللي هي الخطوط العرضيه عامله زي الميه، كان الميه بتعلى في خط الارتفاع او بالفيرتيكال اكسيس في اتجاه الفيرتيكال اكسيس بتاع الطياره، فده اسمه ووتر لاين. كل الزيرو بتاعه هو الارض، يبقى الزيرو بتاع الاستيشن النوز والزيرو بتاع الووتر لاين الارض، وكل ما تعلى كل ما تجيب ارتفاع اكتر في الطياره. فكده فاضل لنا بعد او دايمنشن ثالث اللي هو اسمه باتوك لاين. الباتوك لاين ده الخط بتاع الصفر اللي هو خط اللونجيتيودنال اكسيس او السيمتريك اكسيس بتاع الطياره، بيقسم الطياره نصين يمين وشمال. يمين بياخد اشاره زائد وشمال بياخد اشاره نيجاتيف. تمام. المفروض ان انا لو قال لي مثلا انا باتوك لاين مثلا خمسة، اعرف ان انا طالما بوزيتيف واروح ناحيه اليمين خمسة بوصه. يبقى انا لو عرفت الباتوك لاين والووتر لاين والستيشن لاين يبقى انا كده عرفت نقطه في الطياره. في طيارات الهليكوبتر مشهور ان اخد التيل بوم ده لوحده واقول تيل بوم ستيشن لاين، اهو بوم ستيشن لاينز. يبقى اول نقطه اول ستيشن اول محطه في التيل بوم ده اسمه تيل بوم، الجزء اللي في الاخر ده اسمه تيل بوم. لو فصلت على الطياره يبقى اول ستيشن دي اسمها ستيشن زيرو تيل بوم. كذلك الريشه، الريشه بتاعت الهليكوبتر باخد الريشه الوحيده عشان اوصف عيب فيها، نقطه الدوران بتاعتها البدايه بتبقى الصفر ستيشن صفر، والتب بتاعتها تبقى اخر نقطه في الستيشن بتاعتها. تمام كده احنا خلصنا الجزء الرابع في بيئه الصيانه وعرفنا يعني ايه ريفرنس لاين. عشان تعرف الريفرنس لاينز ديت انت ما بتالفهاش من دماغك ولا بتالف ستيشن من دماغك، انت بتروح لاتا شابتر 6. اتا شابتر 6 لاي طياره في العالم هو المسؤول عن الكرافت ريفرنس لاينز عشان لو سالتك في الامتحان تبقى فاهم ومركز. تولز اند جراوند اكويبمنت، موضوع شيق وجميل. ايه الادوات اللي بتبقى موجوده معايا جوه الهانجر؟ بيبقى عندي تول بوكس، تول بوكس ده فيه مالت، فيه هامر، فيه سكرو درايفر، فيه رينشز، فيه سوكت، فيه اكستنشن، فيه فايس، فيه تويستر، فيه حاجات كتيره اللي هو العادي التول بوكس العادي. فيه المخزن، بيبقى عندك مخزن، والمخزن ده بيبقى شغال طبعا بباركود او بسيستم ان انت بتصرف بيه حسب الشركه بتقول لك تشتغل مع المخزن تصرف اجزائك ازاي لو انت ترينيه او انت مهندس مصدر. كل امين المخزن ليه طريقه في التعامل معاك، ممكن يقول لك ما تدخلش المنطقه دي، لا ادخل المنطقه دي، يحترم طبعا كل التعليمات. يبقى في الهانجر برضه في حاجه اسمها ورك شوبس، احيانا تلاقي ورشات عمره زي الديناميك كومبوننت زي اللاندنج جير زي وات ايفر، بتلاقي على جنب كده في ورشات العمره للناس اللي معاها حرف اليو. بتلاقي تاني في الهانجر بتلاقي هويست الونش اللي بيرفع المحرك او بيرفع اجزاء من الطياره عشان تعمل الصيانه. بتلاقي تاني الاف او دي اللي هي الفورن اوبجكت ديبري، يعني سله مهملات خاصه باي حاجه ممكن تتشفط على ارض الترمك او ارض الهانجر، فلازم ترميها على طول، بالذات لما بعمل حاجه اسمها تيست فلايت تيست للمحرك او تيست للطياره، مش مسموح تسيب موفبل ايتمز على ارض الطياره. فاحنا عشان كده او الناس بتوع الطيران صمموا سلات بتفكرك دايما انك ما تسيبش حاجه موفينج اراوند الاير كرافت عشان ما تتشفطش. عندي في الهانجر تاني سلالم اللي هي الستانس عشان اطلع ويبقى في اكسس لاي جزء موجود على الطياره. طمنونا عليكم يا شباب، بقى لي مده ما سمعتش صوتكم. ما حضرتك تمام. في بعد كده في الهانجر برضو حاجه اسمها التج او جراوند ويل، حاجات الجرارات او تراك اللي بتجر الطيارات، كل ده موجود في الهانجر. جراوند ويلز موجوده، اللايت لازم يبقى فيه اضاءه كافيه ليك بشكل عام جوه الهانجر، وكمان اضاءه لو انت بتدور او بتبص على جزء معين. شايفين الماوس بتاعتي؟ شايفين انا. تمام. في كمان حاجه زي سبيشال تولز، ممكن تلاقي سبيشال تولز جوه، يعني حاجات ما تتسماش بمسميات عاديه، يعني ناس مكروفوت او مخلب الغراب او مخلب الطائر يعني. تمام، بيفك حاجات معينه، ففي سبيشال تول ممكن تلاقيها جوه المخزن برضو جوه الهانجر بتاع الطياره. في عندي بعد كده اتنين اتا شابتر مهمين قوي هسالك عليهم في الامتحان، اللي هي اتا شابتر 20 واتا شابتر 70. الاتا شابتر 20 بيتكلم على ستاندرد براكتس وال70 بيتكلم على ستاندرد براكتس، بس الفرق ان 20 بيتكلم على الطياره
و70 بيتكلم عن ايه؟ عن المحرك. اتى شابتر 20 بيتكلم عن الطيارة و70 بيتكلم عن المحرك. ايه اللي موجود في اتى شابتر ستاندرد براكتس مقصود بيها؟ مقصود بيها مثلا التورك رينجز، الستاندرد تورك بتاعك اللي بتطرق بيه النط والبولت، الكونسيومبل ماتيريال، المواد الاستهلاكيه اللي انت بتشغلها زي الاويل وام اي كي والجريز والشحم والدبليو دي 40 والانتسيز والسيفتي واير والراجز والقماش اللي بتمسح بيه، كل ما هو كونسيومبل او بيتقدم للطياره موجود في اتا شابتر 20 بالنسبه للطياره، واتا شابتر 70 بالنسبه للمحرك. لما يكون في حاجه جنرال وما هيش واضحه في المينتنس مانوال بتضطر تروح للشباتر دي علشان تقول لك تشتغل ازاي، بالذات لو في راس مسمار او بولت ما انتش عارف التورك بتاعها هتعزمها ازاي ولا بكام، فتروح على طول بالمقاس بتاعها على الجدول بتاع التورك يقول لك انت هتابلاي تورك قد ايه للمسمار ده. دي اسمها جنرال ستاندرد براكتس مانوال او شابتر للصيانه. احنا كده قفلنا معظم النقط اللي موجوده حواليا وانا في جو الصيانه، كاني جوه الهانجر ومهندس مجهز وجاهز ان اشتغل. الحاجات دي كلها لو انت فاميليار بيها فانت جاهز انك تشتغل في جو صيانه الطيارات. خلصنا حوالي 80% من المحاضره بتاعتنا، هندخل على الجزء الاهم واللي بيجي فيه مسائل اللي هو المينتنانس بلاننج. نكمل؟ جاهزين؟ جاهزين يا دكتور. طيب علشان اقيس اعمار الاجزاء يا شباب، عشان اقيس اعمار الاجزاء لازم عندي واحده اقيس بيها، فانا عندي كذا وحده جوه الطياره بقيس بيها، منها واشهرها الفلايت اور، عدد ساعات الطيران. لما اركب محرك واركب لاندنج جير واركب ايلرونز ولا اركب هيدروليك سيرفو على الطياره، هل كل واحد منهم بيعد مع نفسه ولا في حاجه واحده بس بتعد الطيران بتاعته الساعات بتاعته؟ الحاجة واحدة اللي هي مين؟ اللي هو الفلايت اورز اللي هي بتابع مين؟ خاصة بمين؟ يعني الفلايت اورز بتاع المحرك ولا بتاع السيرفو ولا بتاع مين بالظبط؟ الفلايت اور لمين؟ مين اللي هيدي الساعات؟ الكمبيوتر. ليه؟ قول يا باشمهندس. الكمبيوتر يا سيدي. مين يعني احنا دلوقتي موجودين، انا وحضرتك موجودين على الكره الارضيه صح، والكره الارضيه دي بتلف حوالين نفسها كل 24 ساعه. انا عمري وعمر حضرتك بيتحسب على ال 24 ساعه بتاعت الارض ولا مثلا المريخ او المشتري اللي بيلف حوالين نفسه في 5 سنين، كل 5 سنين يلف حوالين نفسه الاوبريتنج اورز مثلا؟ يبقى انا عمري وعمرك بيتحسب على الحاجه اللي احنا قاعدين عليها، احنا قاعدين على الارض صح؟ كذلك الكومبوننت اللي راكبه على ايه؟ راكبه على الطياره. الفلايت اور مرتبطه بالطياره اللي راكبه عليها، ده اللي انا عايز اقوله. لان في جدول هنشرحه هنبقى مطلوب ان احنا نتخيل الموضوع ده كويس جدا. ماشي؟ فاذا اي عمر لاي كومبوننت بيتحسب بالفلايت اور اللي الطياره راكبه عليها، لان احنا عندنا في عالم الطيران ممكن محرك يكون راكب على طياره بعد شهرين هتلاقي راكب على طياره تانية. اوكي، الاجزاء بتتغير بسرعه في مجله الصيانه بتاعه الطيارات. فانا عندي الفلايت اور وعندي حاجه تانية اسمها ثيرمال سايكل. فالثيرمال سايكل دي عشان نشرحها هنتخيل مع بعض كده بسرعه ان في عندي طياره هليكوبتر. الطياره الهليكوبتر دي طالعه من عند ارض مثلا رش قير اللي هو المكان اللي فيه المعسكر الناس اللي بتشتغل، وعندي حاجة اسمها تي 5، عارفين يعني ايه تي 5؟ عارفين تي 5 بتاعت المحرك؟ احنا هنقول بسرعة كده ان كومبريسور اللي داخل منه بيبقى رقم 2 واللي خارج منه رقم 3 واللي طالع الكومباشن شامبر 4 واللي طالع من التربينة 5. مش دي الثيرمال سايكل اللي درستوها في البروبالشن وفي الثيرمودينامكس والتربين انجن، ولا انا بدعي ليكم بقى؟ يبقى اعلى حاجه ايه؟ اعلى درجه حراره ايه؟ يعني تي 5 ولا تي 4؟ تي 4. تي 4
تي 4، برافو عليك، هو تي 4 صح، بس انا عشان ما بعرفش اي سي تي 4 لان رقمها كبير والثيرموكابل ما بيستحملش وممكن يسيح بتوصل ل 1600 درجه مئويه، فانا بقيس اللي بعدها اللي خارج من التربينه اللي هو التي 5. كل المحركات التربينيه كده اه. فانا عندي لما طياره هليكوبتر بتطير مثلا من المعسكر بتاعها وتعمل خمس ست نزلات، بتنزل على حفارات جوه الميه، فلو الطياره طارت بدورت فالتي 5 هتبتدي تعلى لفوق، والهليكوبتر هتنزل اول حفار وهتطلع تاني وتنزل لحفار تاني وهتطلع تالت وهتنزل لحفار تاني وهتطلع رابع وهتنزل لغايه ما تروح لمين، ترجع للمعسكر تاني بتاعها. تمام، انا بتكلم كلوكيشن، انا هنا مثلا في رش وقير اهي ار اس، بلد جنب الغردقه عشان لو محدش عارفها، يعني بلد بتروليه. فاحنا في شركتنا كهليكوبتر بنخدم حفارات جوه الميه، فالطياره بتطلع ما بتروحش الحفار واحد، بتروح لمثلا 15 حفار جوه الميه، فطول ما هي نازله تعمل لاندنج تطلع، طول ما الطياره هي على الحفار فدرجه حراره بتقل بتاعه المحرك، اول ما بتطير بتطبق بتزود وقود عشان تطير، فالمحرك بيبتدي يعلى. طبعا وهي على الارض عند الرش وقير لسه في المطار درجه حرارتها صفر لسه المحرك، ما او درجه حراره الاوتسايد اير تمبريتش، اول ما بتدور درجه حرارتها بتعلى، وبعتبر ده مثلا او هو ده رش وقير، فبتدي تطير وتنزل اول حفار، وهي بتطير زودت الحراره على المتعرضه عليها التربينه بتعرض درجه حراره بشكل سايكل، دي اللي بقول عليها شباب ثيرمال سايكل اللي موجوده في المحاضره عندي هنا، شايفين الثيرمال سايكل. يبقى اذا التربينه بتاعه المحرك هتتقاس بالثيرمال سايكل ولا بالفلايت اور؟ الثيرمال سايكل. برافو عليك، الثيرمال سايكل. وايه كمان؟ والفلايت اور الاثنين. بس انا هحط كمصنع او كراجل بتاع المحركات هحط تو ليميتس، اقول والله دي مسموح لها تطير لغايه 1000 سايكل ثيرمال سايكل، ومسموح لها تطير لغايه 5000 ساعه طيران. which ever come first، اللي هيجي الاول يبقى هغير التربينه عند الوقت بتاعه. يبقى احنا كده فهمنا الفاتيج لايف او كومبوننت لايف بتاع مثلا التربينه، صح ولا ما فهمناش؟ تعال نشرح لكم تاني الميكانيكال سايكل. الميكانيكال سايكل يا شباب، لو انا مثلا طياره بتطير من القاهره لبكين، ماشي، هنا بكين، هنا خلينا نقول هنا بكين، هنا كايرو، هنا بكين، وفي مكان تاني زي جدة، عارفين جدة السعودية مثلا، جي عند الطيارة طارت رحلة وراحت بكين، وطيارة تانية طارت وراحت جدة. بالنسبة لللاندنج جير احسبه الفلايت اور ولا احسبه ميكانيكال سايكل؟ دي اسمها ميكانيكال سايكل، ان انا فردت اللاندنج جير او ريتراكتد بعد ما طلعت من مطار القاهره، وبعد كده عملت له اكستندد علشان الطياره تنزل، وبعد كده رجعت تاني، وبعدين رحت بكين كده رجعت تاني. ان هو العمر اللي استهلك عمر اللاندنج جير بشكل اكبر بكين ولا جده؟ هما الاثنين يبقوا زي بعض. برافو عليك، الاثنين ميكانيكال سايكل واحد. يبقى انا هل اللاندنج جير ده احسب عمره ازاي؟ احسب عمره بثيرمال سايكل ولا ميكانيكال سايكل ولا فلايت اور؟ تبقى ميكانيكال. بالظبط، مالوش في الفلايت اور. يبقى اللاندنج جير بيتحسب بايه؟ بالميكانيكال سايكل فقط. يبقى انا عندي فلايت اور اللي احنا متعارفين عليها، اللي من ضمنها التي بي اي والتي بي او، تايم بتوين انسبكشن وتايم بتوين اوفرول، هنشرحهم كمان شوية. وكمان في واحدة كمان يا شباب زي الكاليندر ديت، في حاجات بتتغير بالزمن، يعني مثلا لو أنا عندي زحافات أو فلوت اللي هي تحت الكراسي لو في حالة الإمرجنسي بلبسها، ولو الطيارة لا قدر الله وقعت في مية وفي فرص إن إحنا نطلع لسه يعني، بلبس العوامات علشان أنزل، وأنا قبل ما أنزل في سلايد كده أو في زي عوامة كبيرة بتنزل من باب الركاب. احنا بنتكلم كناس متخصصه مش كركاب، احنا بنتكلم كناس بتوع طيارات عشان ما نخافش يعني.
لكن فالفلوت او السلايد دي لما تتنفخ المفروض انها تكون ما فيهاش سكراتش، مش بايظه يعني، عايشه عمر محترم، ما جيش وقت الازمه تلاقيها ما بتتنفخش. فبالتالي في تفتيش هيتم عليها. طب التفتيش اللي هيتم عليها ده هيتم عليها ازاي؟ كل قد ايه؟ اقيسه ازاي؟ اقيسه كل مثلا لاندنج في مطار، ولا اقيسه كل مثلا 3 ساعات طيران، ولا كل 20 ساعة طيران، ولا اقيسه بالشهور والايام؟ اسمه كاليندر ديت. هقيسها بالشهور والايام، يعني مثلا لو التفتيش على الفلوت ده كل 3 شهور يبقى لازم كل 3 شهور اشيل الفلوت ده وانفخه واحطه في اختبار وارجعه تاني، ده بيتقال عليه الكاليندر دي. طب افرض الطياره ما طارتش يا باشمهندسين، هنفتش على الحاجات دي؟ هو ده السؤال. يا دكتور برافو عليك. حتى لو الطياره قاعده في الهانجر لازم انت مطلوب منك في تفتيشات كاليندر، ذات الكاليندر دي لازم تتم. يا عم طب الطياره ما طارتش؟ اه ماليش دعوه، لان الوحده بتاعتها كاليندر ديت. وفي طبعا بحاجات اون كونديشن دي اون سكيدول، مش دي القضيه. ده الكمبيوتر ايتمز اللي انا جبته لكم اللي هو موجود هنا ده، تمام. وده بيشرح حاجات اللي هي التايم سينس نيو، تايم سينس انسبكشن، والتايم سينس او تايم بتوين انسبكشن، والتايم سينس اوفرول، والتايم بتوين اوفرول، والريميننج اورز، والريميننج انسبكشن، والريميننج فور اوفرول. تعالوا نتكلم برضو بالشرح عشان انتوا ناس شطار بتفهموا بالرسومات على طول. لو عندي محرك يا شباب، المحرك ده عمره حاليا راكب على طيارة، او عمره على طيارات اللي ركب عليها عامل مثلا 15,000 ساعة طيران، عمره كده. وبدأ اسمه ايه؟ تايم سينس ايه؟ نيو ولا الانسبكشن ولا اوفرول؟ يا باشمهندسين تايم سينس نيو، ده العمر بتاعه. زي ما اقول لك كده عربيتك عامله ديت تقول لي عامله 50,000 كيلو، هو المحرك كده برضه تايم سينس نيو، هو العمر بتاعه الانديكيشن الكبير. طب لو قلت لك ان التايم بتوين اوفرول، الوقت ما بين العمارات للمحرك ده، هو 2400 ساعة، بعمله تفتيش، بفك المحرك وبعمله تفتيش كله 2400 ساعة، يبقى لازم احط هنا انسبكشن، تايم بتوين ايه؟ انسبكشن. ولو قلت لك ان التايم بتوين اوفرول بتاعه، معلش سامحوني في الخط، خط وحش قوي في الموضوع ده، تايم اوفرول، الله الله الله، لا الاول صعب قوي اللي هي ماشي. التايم بتوين اوفرول عباره 4800 ساعه، يعني المحرك ده من ساعة ما كان صفر لسه طالع من المصنع، تايم سينس تايم سينس نيو كان صفر، لغاية ما بقى تايم سينس، لغاية ما جاب 15,000، مر في الظروف الطبيعية، مر بتفتيشات ومر بعمارات، صح ولا مش صح؟ ولا هو طلع كده وصل لي 15,000 من غير ما حد يبص عليه؟ طيب يعني أول ما عدينا وجبنا 2400 ساعة، خلينا نرسم بقلم تاني بقى، حصل ايه؟ حصل انسبكشن عند مين؟ عند اول 2400. لما عملنا 4800 عملنا ايه؟ اوفرول. عملنا ايه؟ اوفرول. عملنا اوفرول صح؟ عند كام يا شباب؟ عندي دول عند 4800 عن اوفرول وايه بس؟ اوفرول بس انسبكشن. برافو عليك. طب ليه عملنا انسبكشن؟ لان الاوفرول شامل انسبكشن، مش معقول هفتح بطن المحرك واقعد اعمل يعني عمره ومش انكلود ده من ضمن الامضه بتاعتي، هيكون فيها انسبكشن، صح ولا غلط؟ انا الراجل بتاع العمارات بتاع المحركات، هل هعمل اوفرول وهسيب الانسبكشن؟ ما لازم الانسبكشن تبقى كارد اوت هي كمان، تمام. نرجع تاني
للانسبكشن، الانسبكشن اللي بعده يتعمل بعد قد ايه؟ الناس بتاع الحسابات يلا بسرعة. 7200. برافو. هعمل ايه في ال 7200؟ انسبكشن. واعمل اوفرول كمان بالمرة؟ اعمل اوفرول كمان بالمرة؟ لا. ها؟ لا يا دكتور 2400 بس مش 4800. ينفع اعمل اوفرول هنا كمان؟ حد ينطق؟ ما ينفع، ما ينفع، ينفع. ما ينفع. تمام. الاوفرول اللي بعد كده هيبقى عند كام؟ 9600. يا سلام استاذ. وهل ده هيتم فيه اوفرول فقط؟ اوفرول انسبكشن. انسبكشن. طب اللي بعد كده بسرعه يلا خليكم معايا عشان نخلص. 12000. يا سلام. هنحط على دي 2100 ب 12000. كلام مظبوط. اللي بعد كده 14400. 14400 هيتم ايه يا باشمهندس؟ انسبكشن اوفرول. مظبوط. 14000 14400. معلش 14400. حلو. انا هنا عندي 15000 الوقت الحالي الكرنتلي للمحرك. ماشي. السؤال التايم سينس انسبكشن يساوي كام؟ السؤال الثاني تايم سينس اوفرول سوي كام؟ الرمين بتاع الانسبكشن يعني اللي فاضل على قد ايه على الرمين على الانسبكشن اللي بعد كده؟ الرمين بتاع خلينا نكتبها هنا بقى بس بقلم تاني. الرمين بتاع الاوفرول حد يقدر يجاوبني في الارقام دي؟ لا يا دكتور. تايم سينس انسبكشن يعني انا دلوقتي انا عايش النهارده يوم الجمعه يوم 23 فبراير والساعه 4 وربع معايا والمحرك عامل 15000 ساعه واخر انسبكشن اوفرول عمله عند 14400 يبقى التايم سينس انسبكشن كام؟ 600 ساعة. كم؟ 600. برافو. والتايم سينس اوفرول 600 برضه. ممتاز. والريميننج اوفرول والريميننج قصدي انسبكشن 1800. كم؟ 1800. ممتاز استاذ 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 بتاع 1800 استاذ مظبوط. هل حد فاهم 1800 دي جت منين؟ حد مش فاهم؟ طب الريميننج بتاع الاوفرول 4200. الريميننج بتاع الاوفرول 4200. 4200 يعني لو حطينا 4200 اولا هنا في 600 هتحط على 600 على 4200 يبقى 4800. استاذ برضو استاذ كام الرقم قلت؟ 4200. كم واحد فاهم الرقم ده جه ازاي وكم واحد مش فاهم؟ طب خلاص الناس اللي فاهمه اكيد فاهمه، اللي مش فاهم يقول لنا ما يتكسفش. 4200 ده جه ازاي؟ الراجل جمع ال 600 اللي هنا على هو اولا يعني هو شاف التايم بتوين اوفرول، احنا بنتكلم دلوقتي بنحسب تايم بتوين اوفرول اللي هو 4800. هو تخيل كده وراجل طبعا شاطر من نقطة آخر أوفرول تام اللي هو 14400 هيتم كمان أوفرول بعدها. الأوفرول هيتم بعدها إمتى؟ بعد 4800 من الرقم ده مش من الرقم ده، فجمع ال 4800 الرقم ده تمام طلع له الرقم الجديد. طبعا طريقة صعبة في الحساب اللي إحنا بنقول، لكن في طريقة أسهل إن أنت تحسب الفرق ده
مثلا فرق 600 من ال 4800 هيبقى 4200، يبقى ال 4200 هو فعلا الوقت اللي فاضل لك، لكن فاضل لك عند الاوفرول القادم اللي هو الريميننج اوفرول. طيب لو انا جبت لك مساله زي دي في الامتحان وقلت لك كم انسبكشن تم في المحرك ده وكم اوفرول، هتقول لي ايه؟ كم اوفرول وكم انسبكشن تم في الظروف الطبيعيه؟ طبعا في محركات ممكن تشال لظروف كوارث وحوادث وبلاوي سود، انا بجيب لك مسائل وظروف طبيعيه. كم انسبكشن تم وكم اوفرول تم؟ 3 اوفرول و6 انسبكشن. 4 اوفرول و7 انسبكشن. اخر كلام 4 اوفرول. اعتقد عارف احنا بنحسب عند ال 15000 بنحسب انا عند 15000 بحسب. انا دلوقتي لما كان في ظروف حاليه المحرك قدامي راكب على الطياره وبسالك يا باشمهندس بخبرتك بعد ما شرحنا الشرح ده، المحرك ده في نظرك مر بكام عمليه اوفرول ومر بكام عمليه انسبكشن، هتقول لي ايه؟ انسبكشن 4 اوفرول و7 انسبكشن. 7 انسبكشن وكام؟ 4 اوفرول. اجابه خطا. حد تاني؟ 3 اوفرول و6 انسبكشن. 3 اوفرول و6 انسبكشن ده اجابه صحيحه بس انا اول مره اسمعها. انت قلتها قبل كده؟ طب حد فاهم؟ حد شايف الموضوع صعب؟ هل 3 اوفرول و6 انسبكشن مش باين على الرسمه؟ انا عندي سؤال يا دكتور. اتفضل. هنا يعني في اللي هو عند ال 15000 احنا بنشوف اللي هو عدى قد ايه على اخر اوفرول انسبكشن وفضل قد ايه بس كده؟ بس لو الوقت لكن فاضل لي اللي جاي لي على المستقبل. انا ما بسالكش عن المستقبل، المستقبل بيد الله، انا بسالك على الماضي، والماضي كله وكل حاجه بامر الله طبعا، لكن بناء على الحسابات اللي قدامك دي انت شايف كام انسبكشن وكام اوفرول؟ 3 اوفرول و6 انسبكشن. كله فاهم الكلام ده يا جماعه ولا حد مش فاهم حاجه؟ خلاص انا كده خلصنا شرح معاكم المحاضره الاولى، ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا منها، وانا اخذت الغياب من بعد ربع ساعه من شرح المحاضره. تمام. والمساله اللي ممكن تجي لكم هتكون بالشكل ده وهتتبعت لكم على هتكون بالشكل ده، الاخضر ده هو اللي حضرتك مطلوب تحسبه، ده عباره عن تربينه راكبه على محرك راكبه على طياره، وبديك وقت الطياره بقول لك احسب حسابات الثانيه. المساله دي ما فيهاش انتجريشن ولا ديريفاتيفز ولا نون لينير ايكويشن، كلها حاجات 1+1، فانتوا المفروض يعني ايه لعيبه في الكلام. ماشي. في اساينمنت هبعته للجروب على البتاع على نبعته على الجوجل كلاس هنكتفه، وفي نفس الوقت درجاتكم في 5 درجات للحضور و5 درجات للاساينمنت و15 درجة للميد تيرم و45 درجة للفاينل. اوكي. ارجو ان انتم تكونوا استفدتوا حاجة من المحاضرة دي، ونراكم ان شاء الله كمان اسبوعين. المفروض الباشمهندس احمد يقعد معاكم الاسبوع الجاي يدردش معاكم في الكلام اللي تم وفي الاساينمنت اللي هيترفع، وهو ان شاء الله هيتواصل معايا ويكون متدرب على رد اسئلتكم كلها ان شاء الله. ماشي. اي اسئلة دكتور؟ معلش، هو الاساينمنت كجروبس زي الهليكوبتر ولا هيبقى فردي؟ الاساينمنت ايه؟ الاساينمنت هيتم تقسيمه زي ما بنعمل في الهليكوبتر. عدد الدفعة قد ايه؟ هو عدد المقدمين في المادة تقريبا 50 او حاجة، 50 طالب. حاجة و50 طالب. خلاص كل 5 هيبقوا في مجموعة، مندوب المجموعة يقسم لي كل 5 طلاب في جروب، وتتقدم كل جروب يتقدم بالاساينمنت بتاعه، الخمسة هياخدوا نفس الدرجة زي ما مشينا في الهليكوبتر. شكرا لكم، ونراكم ان شاء الله كمان اسبوعين بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله. تمام يا دكتور.